السلام عليكم ورحمة الله جميعا. ان شاء الله اليوم راح هيك نشرح مراجعة عن لموضوع الاي ان اس ان شاء الله. تمام، طبعا يعني هيك محاضرتنا اليوم راح تكون ان شاء الله خفيفة نوعا ما، لانه اصلا كل السلايدات اللي انا مجهزهم فقط عبارة عن صور لحتى نستذكر موضوع الاي ان اس. هسا يا جماعة صدق موضوع الاي ان اس اذا احنا كنا فاهمين الفسيولوجي تبعه كويس، موضوع الفارماكولوجي بالنسبة لنا راح يكون جدا بسيط وسهل. يعني ابسط الامثلة، اذا انت كنت عارف انه مثلا الريسبتور بيتا 2 بيعمل برونكو دايليشن، فانت منطقي مباشرة الدواء اللي لازم تصممه هو لازم يكون بيتا 2 اجونست، فبالتالي انا اعمل برونكو دايليشن لمرضى الازمة. كل هاي الامور يا جماعه، يعني انا صدقا هاي المحاضره بالنسبه لي هي اهم من جميع محاضراتنا بالاوتونوميك نيرف سيستم. مش مطلوب منك غايات الامتحان اصلا، هي اوريدي مش موجوده، يعني الدكتوره ما اعطتها، انا هاي اضافيه مني لحتى انه نتقن موضوع الاوتونوميك نيرف سيستم. بس بدنا نفهم الفسيولوجي تبع الاوتونوميك نيرف سيستم ان شاء الله من خلال هاي المحاضره. هلا بدايه، زي ما انتم عارفين طبعا هذا التعليم التقليدي انه سمباتيك فيرسس بارا سمباتيك. اللي سمباتيك يعني هو دائما احنا بنحكي عنه ايش في سياق الفايت اور فلايت، بينما الباراسمباتيك هو عباره عن ايش زي ما احنا عارفين، هو عباره عن ريست اند دايجست. لكن السؤال لازم هسه يكون فاهمينه كويس، او النقطه لازم يكون فاهمينها كويس. هل عندنا موضوع السمباتيك والباراسمباتيك يعني في عندنا فقط واحد بيشتغل والثاني لا؟ اكيد لا، دائما احنا في عندنا زي توازن، زي هو ميزان. يعني في بعض الاحيان السمباتيك بيكون اعلى، في بعض الاحيان بيكون الباراسمباتيك اعلى. هاي نقطه بدنا نكون فاهمينها كويس. فهو هاي الرسمه وكانه بتوضح لنا انه يعني في غالب الاحيان، هذا اصلا حكينا عن انه بتتذكر في محاضرات الانترودكشن حكينا انه السمباتيك والباراسمباتيك هذا من الامثله على الفسيولوجيكال انتاغونيزم. هذا من ضمن الامثله على الفسيولوجيكال انتاغونيزم، لانه واحد مثلا منهم بيزيد الهارت ريت وواحد بيقلل الهارت ريت، واحد بيزيد لي الكونتراكتيفيتي بالجي اي وواحد بيقلل لي اياها. فوكانهم بيادوا اثار متعاكسه، وكانهم بيادوا اثار متعاكسه. لكن هذا لا يعني انه مثلا لما يكون السمباتيك كثير شغال انه مثلا الباراسمباتيك مضبط، لا، هم كليهما شغال، لكن واحد شغال بنسبه اعلى من الثانيه، فبالتالي الاثر تبعه هو اللي كان طاغي اكثر من الثاني. تمام، فدائما السمباتيك هو يعني يتبع لموضوع الفايت اور فلايت، والباراسمباتيك يتبع لموضوع الريست اند دايجست. وهذا الكلام كثير راح يساعدنا الان، يعني هاي النقطه بالنسبه لي انا محوريه راح انطلق منها الان في شرح كل نقطه في المحاضره. طيب بدايه خلينا نعرف عن الاناتومي هذا تبع الاوتونوميك نيرفس سيستم، هو اصلا كيف وين توزيعه. خلينا نحكي، طيب هلا بدايه زي ما انتم عارفين في عندنا السنترال نيرفس سيستم اللي هو كونستيتيوتس اسمبلي البرين والسباينال كورد. تمام، فالبرين والسباينال كورد هذول عباره عن سنترال نيرفس سيستم، جهاز العصبي المركزي. اي شيء بيتفرع منهم نعتبره بريفرال نيرفس سيستم، تمام، اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. تمام، ففي عندنا الشيء المركزي او المحوري اللي هو البرين والسباينال كورد، هذول هم المحوري او المركزي. وفي عندنا الطرفي اللي هو البريفرال نيرفس سيستم اللي هو عباره عن اي شيء بيتفرع منهم. هلا هذا البريفرال نيرفس سيستم هو يعني شو؟ يعني البريفرال نيرفس سيستم هو الشيء اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم. هذا البريفرال نيرفس سيستم له ثلاث تقسيمات او تقسيمتين رئيسيات، قد يكون سوماتيك نيرفس سيستم وقد يكون اوتونوميك نيرفس سيستم. هلا سوماتيك نيرفس سيستم زي ما احنا كنا عارفين هو الشيء اللي احنا بنتحكم فيه، فهو عباره عن هو مسؤول عن الفولنتري اكشنز. يعني انت هسه الالنر نيرف، الميديان نيرف، كل هاي النيرفز احنا اللي اخذتوها انتم بالاناتومي هاي عباره عن ايش؟ هذا يتبع لايش؟ للسوماتيك نيرفس سيستم، اشياء كلها انت بتتحكم فيها. وكنا عارفين انه هذا عباره عن ايش بيكون؟ بيكون فقط عباره عن نيورون واحد، وهذا النيورون بيطلع من السنترال نيرفس سيستم مباشره بيروح بيعمل سبلاي للمصل. شو النيور ترانسميتر اللي بيفرزه؟ كلياتكم عارفين انه بيفرز اسيتيلكولين زي ما هو وضحون، وبيرتبط بالريسبتور اللي اسمه نيكوتينيك ريسبتور. هاي النقطه انتم خدتوها كثير في محاضرات سابقه في سواء في الفسيولوجي، وبرضه راح تاخذوها كمان في يعني خلينا نحكي سيستمز كثيره. فهي نقطة انتم اوريدي عارفينها كويس، انه السوماتيك نيرف سيستم هو عبارة بيكون عبارة عن نيورون واحد. لنفترض انه هذا مثلا الميديان نيرف، فهذا الميديان نيرف بيكون حامل كل هدول النيورونز، بيكون حاملهم تمام كل هدول الموتور نيورونز، ورايح فيهم لوين؟ للعضله اللي بده يعملها سبلاي، للعضله اللي بده يعملها سبلاي. يعني الميديان نيرف مثلا بيعمل سبلاي لمسلز بالهاند الى اخره، فبيطلع من هذاك المكان بيمشي زي ما انتم بتتذكروا بريك البلكسس الى اخره، بيعبر كل هالاماكن بعدين بيعمل سبلاي للمسل عليه. طيب فعلى النيورو ماسكولار جنكشن شو بده يعمل؟ ريليز هذا النيورون، بيعمل ريليز لاستيلكولين، وحيرتبط بنيكوتينيك ريسبتور موجود على هاي السكيتال مسل، يعمل لي كونتراكشن، وهذا الكونتراكشن راح يؤدي بالنهايه للبيربسفول موفمنت، هاي اللي احنا بدنا نسويها. تمام، هذا كان فيما يتعلق بالسوماتيك نيرفس سيستم. هذا انا بتحكم فيه، هذا انا بتحكم فيه، بينما هذا كل الاوتونوميك نيرفس سيستم هو زي ما انتم عارفين هو انفولنتري، انا ما بتحكم فيه. طيب
هذا الاوتونوميك قد يكون بارا سمباتيك وقد يكون سمباتيك، قد يكون بارا وقد يكون سمباتيك زي ما حكينا. بارا سمباتيك ريست اند دايجست، سمباتيك هو عباره عن اللي هو الفايت اور فلايت. هلا البارا سمباتيك بشكل بسيط بس بنحكي برضه شوي صغير عن موضوع الاناتومي. احنا حكينا هون في عندنا فقط وان سنجل كونتينيوس انيورون، وان سنجل كونتينيوس انيورون بحاله السوماتيك نيرفس سيستم، بينما بنحكي عن الاوتونوميك نيرفس سيستم بنحكي عن تو نيورونز بيعملوا زي ما احنا شايفين هنا بيعملوا سينابس، بيعملوا سينابس او سينابس بين ايتش اذر. في عندنا شيء بنسميه بما انهم عملوا سينابس، تمام، بما انهم عملوا سينابس وبالتالي هنا تكون عندنا جانجليون. الجانجليون بشكل بسيط جدا شو تعريف الجانجليون؟ هي عباره عن كوليكشن اوف سيل بوديز اوتسايد السنترال نيرفس سيستم. يعني احنا هذا هو مثلا السنترال نيرفس سيستم، اي شيء برا بنعتبره بريفرال نيرفس سيستم. طيب لما يتجمع عندي هنا سيل بوديز، هاي عباره عن سيل بودي اللي هو جسم الخليه العصبيه، تجمع الخلايا العصبيه برا السنتر نيرفس سيستم، يعني هذا هو السنتر نيرفس سيستم، اي شيء برا اذا صار في عندنا تجمع لهدول الخلايا العصبيه هاي بنسميها جانجليا، هاي بنسميها جانجليون، وجمعها شو بنسميه؟ جمعها جانجليا، تمام؟ هاي بنسميها جانجليا. فاكيد النيورون اللي قبله شو بدي اسميه؟ بدي اسميه بري جانجليونيك، وهذا النيورون شو بدي اسميه؟ بوست جانجليونيك، عشان هيك سميناها بري جانجليونيك نيورون وبوست جانجليونيك نيورون، ما قبل الجانجليون وما بعد الجانجليون. طيب هذا اعتقد كلياتكم عارفينه. هلا بحاله الباراسمباتيك اللي بري جانجليونيك هو اللي بيكون اطول، بينما بحالة السمباثيتك اللي بري جانجليونيك هو اللي بيكون أقصر، وهذا كلام راح يتوضح أيضا خلال المحاضرة. بس أكيد زي ما أنتوا يعني أنا ممكن بحفظها بهاي الطريقة رغم إنه هي بتنفهم ترى، يعني هاي النقطة بتنفهم، بوضح لكم إن شاء الله خلال المحاضرة كيف هاي النقطة بنقدر نفهمها، حتى إنه معلومة إنه البري جانجليونيك بالبارازمباثيتك أطول بنقدر هاي المعلومة نفهمها. طيب بس مبدئيا إنه أنا بحب إذا حدا يعني بيحب يحفظها، فهو إنه باراسمباتيك الكلمة بما أنها أطول باراسمباتيك، فالبري جانجلينيك هو اللي بيكون أطول، يعني هذا اللي بيحب يحفظها إنه بما إنه كلمة الباراسمباتيك هي كلمة أطول من السمباتيك، فبالتالي البري جانجلينيك هو اللي راح يكون أطول بحالة الباراسمباتيك. طيب هاي طريقة للحفظ مش مهمة بالنسبة لنا. طيب هذا كل البري جانجلينيك نيورونز كلهم وبلا استثناء، هاي النقطة يعني قاعدة عامة تطبق على جميع البري جانجليونيك نيورون، يعني أي نيورون بري جانجليونيك بالأوتونوميك نيرفس سيستم سواء كان سيمباتيك أو باراسيمباتيك، هاي قاعدة عامة رح يفرز لي أستيلكولين، هاي قاعدة عامة رح يفرز أستيلكولين ورح يرتبط في نيكوتينيك ريسبتور، رح يفرز أستيلكولين ورح يرتبط بنيكوتينيك ريسبتور. يعني هنا البري جانجليونيك باراسيمباتيك شو فرز لي؟ فرز لي أستيلكولين، وشو ارتبط هنا؟ ارتبط بنيكوتينيك. السيمباتيك نفس الشيء، البري جانجليونيك سيمباتيك افرز لي اسيتيلكولين وارتبط بنيكوتينيك ريسبتورز، وارتبط بنيكوتينيك ايش؟ نيكوتينيك ريسبتورز، تمام؟ هاي قاعده عامه، قاعده عامه، اي شيء يتبع للاوتونوميك نيرفس سيستم اذا كان بري جانجليونيك دائما بده يفرز اسيتيلكولين وبده يرتبط على البوست جانجليونيك او مثلا على اماكن ثانيه هلا بنوضح النقطه اكثر، المهم بده يرتبط بنيكوتينيك وبده ينفرز اسيتيلكولين، تمام؟ فهي قاعده عامه. فهي اول نقطة ان شاء الله تمت انه اي بري جانجلينيك نيورون هو بده يفرز ايش؟ استيلكولين. طيب الباراسمباتيك هذا فعلا زي ما حكينا في عندنا بري جانجلينيك خلصنا منه، البوست جانجلينيك هذا البوست جانجلينيك نيورون، هذا البوست جانجلينيك نيورون طبعا جماعة هسه هاي التفاصيل انا بحكي فيها هاي مش انه مش مهمة، لا بالعكس هي كثير مهمة حتفيدنا بالفارماكولوجي، تمام؟ بس مش انه يعني تكونوا باصمينها بس زي ما احنا نحكيها بهاي الطريقة خلص افهموها بنفس الطريقة اللي انا بشرحها، تمام؟ فكل بري جانجلينيك راح يفرز استيلكولين حيرتبطوا بنيكوتينيك ريسبتور. طب البوست جانجلينيك نيورون هذا بيفرز برضه اسيتيلكولين لكن ما بيرتبط بنيكوتينيك، بيرتبط بمسكرونيك ريسبتورز، بيرتبط بمسكرونيك ريسبتورز. في عندنا خمسه من هذول المسكرونيك ريسبتورز، في عندنا 5 سب تايبس من هذول المسكرونيك ريسبتورز اللي هم M1 M2 M3 M4 M5، تمام؟ فهذا هم المسكرونيك ريسبتورز، مين بيرتبط فيهم؟ بيرتبط فيهم الاسيتيلكولين. طيب مين بيفرزهم؟ بالعاده بيفرزوهم البوست جانجلينيك باراسمباتيك. طبعا انا كلامي دقيق جدا، انا حكيت بالعاده، ليش حكيت بالعاده؟ إلها سبب بس هسه بحكي كمان شوي. بس بالعاده بيفرزوا مين؟ البوست جانجليونيك باراسمباتيك هم هي هدول البوست جانجليونيك باراسمباتيك هو اللي بيفرزوا الاستيلكولين وبيرتبطوا لي بماسكورونيك ريسبتورز. هلا هذا كان فيما يتعلق في الباراسمباتيك، فخلصنا الباراسمباتيك اللي بري جانجليونيك بيفرز استيلكولين وبيرتبط بنيكوتينيك، والبوست جانجليونيك برضه بيفرز استيلكولين بس بيرتبط له بماسكورونيك ريسبتورز. هلا بالنسبه للسمباتيك، السمباتيك برضه البري جانجليونيك بيفرز بار استيلكولين وبيرتبط بنيكوتينيك ريسبتورز، لكن البوست جانجليونيك نيورون ما بيفرز استيلكولين وانما بيفرز ايش؟ بيفرز النور ابنفرين، وانما بيفرز ايش؟ بيفرز النور ابنفرين. طيب
بما انه فرز نور ابنفرن فاكيد نور ابنفرن حيرتبط بمستقبل خاص فيه، هذا المستقبل الخاص فيه بنسميه او المستقبلات الخاصه فيه بنسميهم ادرينيرجيك ريسبتورز. ليش الادرينيرجيك؟ هي زي هي نور ابنفرن، هي زيها النور ادرينالين، تمام، النور ادرينالين، فهي من هاي الكلمه اجت التسميه ادرينيرجيك، ادرينالين ادرينيرجيك، تمام، ادرينيرجيك ريسبتورز. طيب فهذا كان فيما يتعلق بموضوع البوست جانجليونيك سيمباثيتك نيورونز. هذول السيمباثيتك اللي هم البوست جانجليونيك بيفرزوا نور ابنفرين وبيرتبطوا بايش؟ بيرتبطوا بادرينيرجيك ريسبتورز. فهي نقطه بالنسبه لنا صارت واضحه، وهنا برضو صارت واضحه. في عندنا فقط استثناءين بسيطات، استثناءين بسيطات وسهلات جدا جدا. اول استثناء هم هي هذول السبيشال فاريانتس، هم يتبعوا هذول السيمباثيتك. هلا احنا حكينا انه كل البارا سيمباثيتك بوست جانجليونيك بيفرزوا أسيتيلكولين وبيرتبطوا بماسكولينيك ريسبتور، هاي مالها هاي قاعدة دائمة. وحكينا برضو إنه السيمباثيتك البوست جانجليونيك بيفرز نور إبنفرين وبيرتبط بأدرينرجيك ريسبتور. هل هذا الكلام دائما؟ هو دائما في، يعني مش دائما، هو في معظم الحالات، هو في معظم الحالات هذا الكلام بصير. في عندنا سبيشال فاريانت واحد، عندنا سبيشال فاريانت واحد اللي هو هذا، اللي هو اللي بيكون طالع من السيمباثيتك عادي، هي هذا طالع من السيمباثيتك نيرفس سيستم، بيعمل عادي البري جانجلينيك زي ما حكينا قاعدة عامة، بيفرز استيلكولين بيرتبط بنيكوتينيك ريسبتور. لكن البوست جانجلينيك شو بيفرز هون زي ما هو موضح؟ بيفرز أسيتيلكولين وبيرتبط بماسكولينيك ريسبتور رغم انه بيتبع للسيمباثيتك. هذا هو الاستثناء الوحيد في حالة السيمباثيتك، يعني كل السيمباثيتك بيفرزوا كلهم البوست جانجلينيك بيفرزوا نوربينفرين الا هذا المثال اللي بيعمل سبلاي للسويت جلانز، اللي بيعمل سبلاي للاكراين سويت جلانز، هذا المثال الوحيد اللي بينفرز فيه استيلكولين وبيرتبط بماسكولينيك ريسبتور. هذا هو الاستثناء الوحيد. طب شو الاستثناء الثاني بالسيمباثيتك؟ الاستثناء الثاني انه مش احنا حكينا في عنا استثناء وقاعده عامه انه كل الاوتونوميك في عنا بيكون في عنا بري جانجليونيك وفي عنا بوست جانجليونيك. طيب النيورون اللي بيعمل لي سبلاي للادرينال ميدلا هو فقط نيورون واحد متصل، هيو سينجل كونتينيوس، ما في عنا لا بري ولا بوست جانجليونيك، فهذا برضو استثناء ثاني. لكن انا صدقا كيف بحب اتخيلها؟ انا بحب اتخيلها بهاي الطريقه، انا بحب اتخيل يعني انه يعني وكأنه هاي اللي موجود هون، هاي الرسمة اللي موجودة هون وكأنه برضو تمثل بري جانجلينيك أو بوست جانجلينيك نيورون. كيف أنا بحب أفهمها؟ بحب أفهم بهاي الطريقة إنه هذا هو اللي بري جانجلينيك نيورون وهو بفرز الأستيلكولين، وصدقا هو هيك الكلام أصلا هذا اللي بصير، وبيرتبط هون بنيكوتينيك ريسبتورز. يعني في عنا على الأدرينال ميدلا في عنا نيكوتينيك ريسبتورز، في خلايا اسمها كروموفين سيلز، هاي كروموفين سيلز في الادرينال ميدلا بيرتبط فيها الاستيلكولين، هذا الارتباط بيعمل لي ريليز لابنفرين، هذا الارتباط بيعمل لي ريليز لابنفرين ولنور ابنفرين. فانا بحب اتخيلها وكانه الادرينال ميدلا هي الجانجليا تبعتنا، وكانه الادرينال ميدلا هي الجانجليا تبعتنا، هي الجانجليون تبعتنا، وكانها بعدين بتطلع لي الابنفرين والنور ابنفرين. لكن هذا كلام مش دقيق، احنا اللي بيهمنا خلص انه يعني المحصله انه هذول الادرينال ميدلا، تمام، في عليهم نيكوتينيك ريسبتورز بيرتبط فيهم أسيتيلكولين، وهذا الأسيتيلكولين لما يرتبط بهذول النيكوتينيك ريسبتورز الأدرينال ميدلا تفرز لي إبنفرين ونور إبنفرين، بيطلعوا على الدم، بيطلعوا على الدم لأن هذول عبارة عن هرمونز، بيطلعوا على الدم، تمام؟ فهيك يعني هذا هو الصورة العامة للأناتومي. بنعيدها كمان مرة بشكل سريع، إنه الباراسمباثيتك زي ما إحنا حكينا دائما وقاعدة عامة لبري جانجلينيك في كل الأوتونوميك بده يفرز أسيتيلكولين وبده يرتبط في نيكوتينيك ريسبتورز، هاي قاعدة عامة لكلهم. في الباراسيمباثيتك بوست جانجليونيك بده ينفرز عندي ايش؟ أسيتيلكولين وبده يرتبط في ماسكولينيك. في البوست جانجليونيك سيمباثيتك بده ينفرز عندنا نور ابنفرين وبده يرتبط بادرينرجيك ريسبتورز اللي هم الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3، تمام؟ في عندنا فقط تو اكسبشنز او تو فاريانتس. الاكسبشن الاول اللي هو انه البوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي بيعمل سبلاي لا السويت جلاندز هذا بيفرز أسيتيلكولين وبيرتبط بماسكولينيك ريسبتور، هذا الاستثناء الاول. والاستثناء الثاني انه في عندنا فقط وان سنجل كونتينيوس نيورون بيعمل سبلاي للادرينال ميدلا بيفرز استيلكولين بيرتبط بنيكوتينيك ريسبتورز والارتباط بيؤدينا الى ريليز اوف ابنفرين اند نور ابنفرين. فتسلسلنا في المحاضره، فهمنا شوي عن السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، حكينا عن الاناتومي تبعهم، هلا بدنا نحكي شويه بتفاصيل عن موضوع الريسبتورز. انا بيهمني صدقا اللي اهم شيء بالنسبه لي موضوع الريسبتورز، وموضوع الريسبتورز هو موضوع جدا سهل اذا فهمناه بطريقه، هلا ان شاء الله راح نوضحها بطريقه مرتبه ان شاء الله. هلا في البدايه نتفق على شيء، اول شيء زي ما احنا عارفين في عندنا اللي هم الادرينرجيك ريسبتورز وفي عندنا الكولينرجيك ريسبتورز، تمام، في عندنا ادرينرجيك ريسبتورز وفي عندنا
كولينيرجيك ريسبتورز. اذا في عندنا ادرينيرجيك كولينيرجيك. الادرينيرجيك هم الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3، هذول هم بنسميهم الادرينيرجيك اللي بيرتبط فيهم نور ابنفرين وابنفرين. الكولينيرجيك بيرتبط فيهم اسيتيل كولين، كولينيرجيك بيرتبط فيهم الاسيتيل كولين. طب شو هم الريسبتورز اللي بيرتبط فيهم الاسيتيل كولين؟ لا يخلو من انهم ان يكونوا اما نيكوتينيك او يكونوا ماسكرانيك ريسبتورز، اما نيكوتينيك او ماسكرانيك ريسبتورز. فهي بدايات تمام اللي هو موضوع الادرينرجيك ريسبتورز وكولينرجيك. ادرينرجيك بيرتبط فيها ابنفرين ونون ابنفرين، كولينرجيك بيرتبط فيها اسيتيل كولين. هذا كلام كلنا احنا عارفينه، لكن انا بدنا نبلش شوي ندخل بشويه تفاصيل. انا بدنا نبلش ندخل بشويه تفاصيل، هذا انا بحب افهمها بهاي الطريقه. اول شيء بدي احكي عن الكولينرجيك ريسبتورز. الكولينرجيك ريسبتورز بدنا نفهم اول شيء انه لما هالاسيتيل كولين يجي يرتبط بالنيكوتينيك ريسبتور، مش احنا هسه كل شغلنا هناك كان انه هون الاسيتيل كولين، عفوا الاسيتيل كولين بيرتبط ب هون النيكوتينيك ريسبتورز وهون برضو هون، لا عفوا بس فقط نحكي عن النيكوتينيك الان، هون وهون وهون. كل هاي المناطق اللي هسه حكيناها النيكوتينيك الموجوده هون واللي هون واللي هون، هاي عباره عن نيكوتينيك ريسبتور. طب هذا النيكوتينيك هو عباره عن ايش؟ يعني لو نجي ندرسه احنا كريسبتور هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن ligand gated ion channel. هو عباره عن ligand gated ion channel. شنو ligand gated ion channel؟ يعني هذا ligand gated بمجرد ما انه يرتبط في الليجند او الligand راح يفتح هاي القناه، فهو عباره عن قناه، هو عباره عن ion channel. طب هاي القناه بتدخل لي ايش؟ ايونات صوديوم، موستلي ايونات صوديوم وشويه بوتاسيوم او البوتاسيوم بيطلع، مش مهم هسه بالنسبه لنا، المهم بالنسبه لنا انه الصوديوم بيدخل، الصوديوم بيدخل. فلما يجي الاسيتيل كولين يرتبط هنا بتفتح هاي القناه، بيدخل في عندنا هذا ايونات الصوديوم، تدخل في عندنا ايونات الصوديوم. لما تدخل في عندنا ايونات الصوديوم بصير في عندنا ايش؟ عمليه ديبولاريزيشن جوا الخليه. كنا عارفين شو قصه الديبولاريزيشن شو بينتج عنها بعدين. فالفكره انه بعد هذا الديبولاريزيشن راح يصير في عندنا سيالات عصبيه. فمثلا على مستوى هون، على مستوى هون هذا الاسيتيل كولين ارتبط في النيكوتينيك ريسبتور. النيكوتينيك ريسبتور هو عباره عن ligand gated ion channel. لما ارتبط فتحت القناه، دخل الصوديوم. لما دخل الصوديوم عمل لي هون ايش بنسميه اكسيتاتوري بوسينابتيك بوتنشلز، هسه مش احنا بصدد نحكي عنها. بالنهايه صار في عندنا هون سميشن، وصار في عندنا هون على بهاي المنطقه جينيريشن اوف اكشن بوتنشل. وهذا الاكشن بوتنشل كمل في البوست جانجليونيك نيورونز، هذا الاكشن بوتنشل كمل في البوست جانجليونيك نيورون. تمام، فهذا هو فيما يتعلق بموضوع النيكوتينيك ريسبتورز. طبعا بنفس الطريقه على المسل سيلز، المسل سيلز برضه هذا في عندنا هون اسيتيل كولين بيرتبط بهالنيكوتينيك ريسبتور، بيفتح وبتدخل في عنا ايونات الصوديوم. لما تدخل ايونات الصوديوم بتعمل لي هنا بتوصل لي للثريشولد، وبتفتح بعدين قنوات تانية، بصير في عندي برضو اكشن بوتنشال جوا الخلية العضلية، بتطلع ايونات الكالسيوم، بصير في عندنا كونتراكشن. هذا كلام كله انتم المفروض اخذته، بس نذكر فيه بشكل سريع للي بيحب يكون عارف هاي التفاصيل. فهذا اول تايب من الريسبتور اللي هو النيكوتينيك ريسبتور، بيرتبط في اسيتيل كولين، بيفتح بيدخل صوديوم، واما ان بصير في عندنا اذا بنحكي عن مسل سيل بصير فيها كونتراكشن، او اذا بنحكي عن خليه عضليه بده يصير فيها، عفوا خليه عصبيه بده يصير فيها اكشن بوتنشال، برضه الخليه العضليه برضه بصير فيها اكشن بوتنشال بعدين بينتج عنه كونتراكشن. اما الخليه العصبيه بصير فيها اكشن بوتنشال بينتج عنه انه يصير في عندنا ريليز لنيورو ترانسميترز. طيب هذا كان فيما يتعلق بالنيكوتينيك ريسبتورز. هلا في عندنا برضه شيء بنسميه ماسكرونيك ريسبتورز. هذول الماسكرونيك ريسبتورز هذول بنسميهم جي بروتين كابلد ريسبتورز، هم عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتورز. يعني نحلل الاسم جي بروتين كابلد ريسبتور، فهو عباره عن مستقبل وكابلد لإله، يعني وكانه مدمج فيه هذا الريسبتور، شيء بنسميه جي بروتين. يعني هذا هو مستقبلي، هذا هو مستقبلي ومدمج فيه شيء بنسميه جي بروتين. هلا كلكم عارفين هاي التفاصيل ما راح ادخل فيها كثير انا، بس الفكره انه هذا الريسبتور هو مدمج فيه هذا الجي بروتين. طبعا الجي بروتين هو 3 سب يونتس، عارفين انتم هاي التفاصيل، الفا وبيتا وجاما. البيتا والجاما دائما ثابتين، الالفا هي المتغيره، الالفا هي المتغيره. ففي عندنا الفا وبيتا وجاما، الالفا هي المتغيره والبيتا والجاما ثابتين بهذول المستقبلات. تمام، فبما انه احنا حكينا انه البيتا والجاما ثابتات والالفا هي المتغيره، فاذا تغيرت الالفا رح تتغير في عندنا السكند مسنجر سيستم كلياته. يعني فقط بمجرد انه هاي الالفا تتغير، يعني والله ممكن الالفا تعمل لي اكتيفيشن على انزيم، ممكن يعني ممكن الالفا نفسها اذا كانت سب تايب ثاني تعمل لي انهيبيشن على الانزيم، ممكن تروح تسوي لي اي شيء ثاني. الفكره انه باختلاف الالفا راح يكون في عندنا اختلاف بالريسبونس، اختلاف بالسكند مسنجر سيستم وبالتالي اختلاف بالريسبونس. طيب هلا في النقطة اللي بدي أنا أوصلها، إحنا كان في عنا 5 ماسكرونيك ريسبتورز. كل الماسكرونيك ريسبتورز بيشتغلوا من خلال هاي الميكانيزم، هم عبارة عن جي بروتين كابلد ريسبتورز. طب إحنا بالعادة بنحكي عن إنه M1 M3 M5 هدول الريسبتورز هم إلهم نفس ال يعني سكند مسنجر سيستم، نفس السكند مسنجر سيستم تبعهم M1 M3 M5 إلهم نفس السكند مسنجر سيستم. بينما لما نحكي عن
M2 M4 هذول برضو إلهم نفس السكند ماسنجر سيستم، تمام؟ نفس السكند ماسنجر. يعني هذا مثلا زي ما هو ملاحظ هنا ال M1 M3 M5 بيكون رابط مع شيء بنسميه ألفا كيو. هلا بوضح لكم اكثر هاي التفاصيل، بس بيكون رابط مع شيء بنسميه الفا كيو، هذا المستقبل رابط مع جي بروتين. نوع الالفا فيه هي من نوع كيو، نوع كيو. بينما الام 2 والام 4 بيكون رابطين مع جي بروتين، نوع الالفا منه هي جي اي، عفوا نوع الالفا منه هي اي، نوع الالفا منه الفا اي اللي هي الفا انهبيتوري. بالنسبه للهونا هونا عباره عن الفا كيو. طيب هاي التفاصيل برضه مش كثير انا بتهمني بقدر ما انه بيهمني هاي النقطه اللي هسه بدي احكيها. أكثر شيء بيهمني إنه نعرف إنه M1 M3 M5 بيكونوا رابطين مع ألفا كيو، ولما يكونوا رابطين مع ألفا كيو هاي ألفا كيو غالبا أو مش غالبا بشكل يعني خلينا نحكي غالبا أو دائما، تمام؟ مش مشكلة عادي، أعتقد كلمة صحيحة. الألفا كيو هاي راح تؤدي لي إلى جنريشن لسيستم بنسميه، أعتقد إنكم بتتذكروا إيش بنسميه، IP3، تمام؟ IP3 وداي اسيل جليسرول. هسه هذا الكلام مش كثير انا بيهمني برضه، يعني انا كثير معك تفاصيل مش مهمه، بس الهدف اللي بدنا نوصله بالنهايه انه راح تزيد في عندنا ايونات الكالسيوم. هذا هو الهدف اللي انا بدي اوصله واللي هو مهم بالنسبه لي، انه راح تزيد في عندنا ايونات الكالسيوم بالنهايه. هذا الشيء راح يؤدي لنا بالنهايه الى كونتراكشن. بالعاده بالعاده اي ريسبتور بيكون يعني له دخل بهاي الاشياء، خاصه هذا اللي بدي احكي عنه، خاصه ام 3. يعني خاصه ام 3 لما تسمع كلمه ام 3 غالبا المكان فيه غالبا راح يسوي لي كونتراكشن. هذا الحكي مش دائما وانما غالبا، يعني غالبا المكان اللي موجود فيه ام 3 راح يعمل لي كونتراكشن. هذا كلام كثير راح يفيدني، خلينا نبني عليه من هلا، انه الام 3 بيكون رابط مع هذا الالفا كيو، الالفا كيو بتؤدينا الى جنريشن اوف هذا الكلام، بالنهايه بزيد الكالسيوم. لما بزيد الكالسيوم طبعا اللي فاهمه من البيوكيمستري راح يسهل عليه هذا الموضوع، لكن صدق ما بدخل بالتفاصيل هاي حاخذ وضيع كثير وقت، فمش منطق ابدا. فخلينا مبدئيا خلص انه بزيد الكالسيوم، اذا الكالسيوم بيسوي لنا كونتراكشن. فهذا الكلام غالبا بصير في حاله الام 3 ريسبتور. طبعا في حاله الام 1 ريسبتور والام 5 هذول غالبا اصلا ما بيكونوا اسوسييتد مع سموث ماسلز. يعني الام 3 هذا غالبا وين مكان موجوده؟ مكان وجوده غالبا على سموث ماسلز، غالبا بيكون موجود على سموث ماسلز، فبالتالي راح يسوي لك كونتراكشن يعني غالبا في غالب الاحيان. بينما ام 1 هذا موجود بالستومك، بيكون موجود بالميوكوزا، ما لهش دخل بموضوع، ما لهش دخل ابدا في موضوع الكونتراكشن، يعني ما بيكون موجود على سموث ماسل. نفس الشيء هذا ام 5 هذا غالبا موجود اعتقد في الدماغ، فبرضه ما لهش دخل بموضوع الكونتراكشن. لكن مبدئيا بدنا نكون عارفين انهم لهم نفس الفكره هاي، لهم نفس الفكره انهم بيزيدوا الكالسيوم بالنهايه. فاذا بنحكي عن ام 3 غالبا راح يسوي لنا كونتراكشن، هذا هو الهدف اللي بدي اوصله من هنا. بينما M2 M4 هذول بيكونوا يعني اسوسييتد مع ايش؟ مع جي بروتين. نوع الالفا هي الفا انهبيتوري، هاي الالفا انهبيتوري راح تعمل لنا انهبيشن على انزيم اسمه ادينيليت سايكليز، فبالتالي راح نقلل من الليفلز تبعت السايكليك اي ام بي. وكلكم عارفين الادينيليت سايكليز والسايكليك ام بي وكل هاي النقاط اعتقد انكم اوريدي عارفينها. هلا هاي ما بحكي عنها لانها ابدا مش مهمه وراح تفيدنا ابدا، انه الام 1 ريسبتور ممكن يكون ايضا مع استيميوليتوري، هاي ما بدخل فيها ابدا، يعني مش مهمه بالنسبه لنا خلينا نحكي، او مش مهمه من ناحيه فارماكولوجي. طيب فنرجع هلا هون بس كمان نعرج عليها اذا للاشخاص اللي لسه ما فهموا هاي النقطه كثير، تمام؟ فنشوف كمان مره، هذا هو الجي بروتين كابلد ريسبتور، بيكون اسوسييتد مع جي بروتين. فهذا هو الريسبتور، هو عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتور، بيكون رابط مع الجي بروتين. الجي بروتين هو عباره عن 3 سب يونتس، الفا وبيتا وجاما، الفا وبيتا جاما. لما يصير في عندنا اكتيف لسه اصلا جي بروتين، جي بروتين لانه بيكون رابط مع جي دي بي او جي تي بي، بيكون رابط مع جي دي بي او جي تي بي. اذا كان رابط مع هذا بيكون ان اكتيف، اذا رابط مع جي تي بي بصير اكتيف وبتتحرر الالفا سب يونت. لما تتحرر الالفا سب يونت هاي اذا حسب النوع تبعها راح تؤدي لنا الى اثر. اذا كان نوعها كيو، اذا كان نوعها كيو راح تؤدي لنا بالنهايه الى اي بي 3 دايسيل جليسرول، بيزيد لنا الكالسيوم. اذا كان نوعها اي تعمل انهبيشن على الادينيليت سايكليز، فبالتالي راح تقلل لي السايكليك ام بي. اذا كان نوعها ستيميوليتوري اس راح تعمل اكتيفيشن على الادينيليت سايكليز، فراح تزيد لي السايكليك ام بي، تمام؟ فهي فقط لل يعني اللي بحبها. هاي برضه بيوند يور ليفل، مش مهمه ابدا، حتى يعني مش مهمه ابدا بالنسبه لنا، زي ما حكينا لها دخل اكثر بموضوع السيل جروث والترانسكريبشن فاكتورز اشياء ثانيه. طيب بس اللي بيهمون انا حاليا اكثر شيء الانهبيتوري الاستيميوليتوري والكيو، بيهمني جدا هذا المعلوم نكون فاهمينه كويس. طيب لانه يعني راح نبني عليه غالبا، يعني صدقا يعني هاي التفاصيل انا مشكله بحكي كثير مهمه، ما بدي تدخلوا ما بدي تفكروا انه مهم انه احفظها، لا بيهمني انه بالنهايه خلص اكون عارف انه هذا المستقبل غالبا راح يسوي لي ايش. بس يعني لما احكي مثلا كلمه ام 3 غالبا ام 3 راح يدينا الى كونتراكشن. هسه لما نحكي مثلا الفا 1
برضو يعني في مثلا مش 99%، في 100% من الحالات بيؤدي الى برضو كونتراكشن. هسه بنحكي عنه كمان شوي، بس مبدئيا احنا خلصنا هذول الكولينرجيك ريسبتورز، مبدئيا خلصناهم. في عندنا نيكوتينيك وحكينا ايون شانل وخلصناه، وماسكرونيك. الماسكرونيكس ام 1 ام 3 ام 5 نفس الشيء، وبحسب الالفا راح يؤدي لنا اثر. هذول بالعاده ام 1 ام 3 ام 5 بيكونوا مع كيو، بالعاده ام 1 ام 3 ام 5 بيكونوا مع كيو، بينما ام 2 ام 4 بيكونوا مع الاي، بيكونوا مع الاي اللي هي الفا اي. فبالتالي هذول بيعملوا لنا انهبيشن على الادرينال سايكليز، هذول بيعملوا لنا زياده بالدايستريك جليسرول والاي بي 3 والكالسيوم، وبدونا بالغالب كونتراكشن اذا كانوا رابطين مع سموث مسل زي الام 3 ريسبتور. هذا كان فيما يتعلق بالكولينرجيك. هلا في عندنا برضه شيء بنسميه ادرينرجيك، اللي هم بيرتبط فيهم ابينفرين ونوربينفرين. هلا في عندنا من ضمن الادرينرجيك في عندنا بيتا 1 وفي عندنا بيتا 2. هذا هون بيتا 1 وبيتا 2 من اسهل انواع المستقبلات. هاي قاعدة عامة، كل أنواع البيتا سواء بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 كلياتهم بلا استثناء بيكونوا رابطين. هدول هم برضو جي بروتين كابل ريسيبتورز يا جماعة، مش حكينا برضو هدول كلهم، يعني كل الأدرينيرجيك والماسكرونيك، كل الأدرينيرجيك والماسكرونيك ريسيبتورز هم عبارة عن إيش؟ هم عبارة عن، فكل الأدرينيرجيك اللي هم ألفا 1 ألفا 2 بيتا 1 بيتا 2 وبيتا 3 كلهم بلا استثناء هم عبارة عن جي بروتين كابل ريسيبتورز، وكل الماسكورونيك هم عباره عن جي بروتين كابل ريسبتورز، الا الوحيد النيكوتينيك هو عباره عن ليجند جيتد ايون شانل. المهم فهذول البيتا لما يكونوا رابطين هنا، هذول البيتا لما يكونوا رابطين مع هنا جي بروتين، هذا اللي نفترض هذا هو الجي بروتين، فهو بيكون عباره عن الفا وبيتا وجاما، تمام؟ فزي ما موضح هنا هذا الالفا شو بده يكون؟ كل البيتا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 كلهم بدهم يكونوا رابطين مع الفا ستيمولاتوري، كلهم الفا ستيمولاتوري. فبالتالي ايش راح يسووا لك بالنهايه؟ راح يزيدون السايكليك اي ام بي، و بالنهاية راح يؤدون إلى آثار تختلف باختلاف المكان اللي موجودين فيه. فما ندخل برضو بهاي التفاصيل. اللي بيهمني حاليا إنه كل البيتا ريسبتورز بيكونوا مع ألفا إس، كلهم بيكونوا مع ألفا إس. طيب مبدئيا إن شاء الله الأمور تمام، مبدئيا إن شاء الله الأمور تمام. طيب فعنا ألفا 1 وألفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2، فحكينا عن البيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3 كلهم مع ألفا إس. هلا لما نحكي عن الألفا 1 ريسبتور، الألفا 1 ريسبتور بيكون رابط، هذا المستقبل تبعي بيكون رابط مع برضو الألفا، والما هو عبارة عن جي بروتين كابل ريسبتور، فهو ألفا وبيتا وجاما، بس نوع الألفا منه هي نوع إيش؟ ألفا إكيو. فبالتالي حالته زي حالة الهدولة، حالة هذا زي حالة هدولة، برضو راح يزيدوا لك الليبلز أوف آي بي 3 ودايستريك جليسرول، وبالنهاية راح يزيدوا لنا إيش؟ بالنهاية المحصلة راح تكون في عنا زيادة بالكالسيوم ليبلز، هاي هي المحصلة. طيب بعرف إن الأمور الآن ما انفهمت وإنما تعقدت بزيادة، أنا بعرف هذا الكلام، لكن خلينا هسا إن شاء الله لما نكمل في المحاضرة بعرف إنه هذا الكلام كله معظمه ممكن ما يكون انفهم، أنا مقدر هذا الشيء، بعرف هذا الشيء، بس في إن النقاط مهمة لازم نكون فاهمينها من هاي السلايد فقط، وبعدين رح نبني عليها، يعني أنا في كتير لما نقاط ممكن غصت فيها للي بحب هاي التفاصيل، لكن هي ما رح تفيدنا كتير لما اللي رح يفيدنا هلا اللي بحكيه هلا هو اللي رح يفيدنا، إنه الألفا 1 دائما هيعمل لي كونتراكشن، الالفا 1 دائما هيعمل لي كونتراكشن، اينما وجد الفا 1 هيعمل كونتراكشن، هاي قاعده عامه احفظوها زي اسمكم، اينما وجد الفا 1 هيعمل كونتراكشن، تمام؟ طيب اينما وجد بيتا 2 هيعمل ريلاكسيشن، اينما وجد بيتا 2 هيعمل ريلاكسيشن، فهي برضه قاعده 2، قاعده 1 اينما وجد الفا 1 هيعمل كونتراكشن، قاعده 2 قاعده 2 اينما وجد بيتا 2 هيعمل ريلاكسيشن. طيب قاعده 3 أينما وجد M3 راح يعمل contraction برضو، إلا إذا وجد في سفنكتر، إذا وجد في سفنكتر بده يعمل relaxation، فهو دائما بيعمل contraction أينما وجد إلا إذا كان مكان وجود M3 receptor على سفنكتر هيعمل لك relaxation. هدول الثلاث قواعد هم اللي راح انطلق منهم هلا في شرح كل المحاضرة، نحفظهم زي اسمنا. ألفا 1 أينما وجد بيعمل contraction، بيتا 2 أينما وجد بيعمل relaxation، M3 أينما وجد بده يعمل contraction إلا إذا وجد في سفنكتر بده يعمل relaxation. بعرف النقاط لسه مش كتير واضحة، هلا لما نكمل إن شاء الله بهاي السلايدات راح تتوضح بالنسبة لكم أكثر وأكثر، أنا مقدر هالكلام. طيب هلا هون في عنا هاي الرسمة كلكم عارفينها، كلها راح نرجع لها إن شاء الله في نهاية المحاضرة كلها هاي التفاصيل، لكن أنا بيهمني من هاي السلايد إنه نتذكر بس توزيع السمباتيك وتوزيع البارا سمباتيك. زي ما أنتم عارفين إحنا السمباتيك والبارا سمباتيك بالعادة شو بنحكي؟ السمباتيك هو عبارة عن ثراكو لمبر، صح ولا لا؟ ثراكو لمبر. شو يعني ثراكو لمبر؟ هاي هي ثراكو لمبر، مش سباينال كورد، هو عباره عن سيجمنتس، في عندنا سيرفايكال سيجمنتس، توراسيك لمبر، ساكرال، كوكسيجيال، كل هاي عباره عن سباينال سيجمنتس، بيطلع منها سباينال نيرفز، صح ولا لا؟ كلكم عارفين هذا الكلام. هلا الثراسيك سيجمنتس واللمبر سيجمنتس هم اللي بيطلع منهم السمباتيك نيرفس سيستم. فالسمباتيك نيرفس سيستم بيطلع من وين؟ بيطلع من هذا هاي المنطقه، هي بنسميها ايش؟ اللي بنسميها ثراكو، هي كلها هاي المنطقه
بنسميها ثراكو لمبر. طبعا هاي اكثر واصله للسيرفايكل، هي بتطلع من هون، نكون دقيقين اكثر للامانه، هي هون، هاي هي منطقه الثراكو لمبر، هاي عباره عن ثراكو لمبر. فهاي هو توزيع السمباتيك نيرفس سيستم، بينما توزيع البارا سمباتيك بنسميه كرينيو ساكرال. هذا هو توزيع البارا سمباتيك نيرفس سيستم. شو بنسميه؟ بنسميه كرينيو ساكرال، شيء من فوق وشيء من تحت، كرينيو ساكرال. هذا هو توزيع، يعني من هون بتطلع النيورونز حامله للبارا سمباتيك نيرفس، ومن هون بتطلع النيورونز حامله للسمباتيك نيرفس. تمام، بس هاي النقطه بدنا نكون فاهمينها من هاي السلايد مبدئيا، تمام، لانه هاي نقطه ما راح تفيدنا حاليا للامانه، يعني مش كثير مهمه بالنسبه لنا، بس بالعاده يعني اي حدا بيدرس انترنال نيرفس سيستم لازم يكون عارف هاي المعلومه، انه السمباتيك بيطلع من ثراكو لمبر والبارا سمباتيك بيطلع من كرينيو ساكرال. فمبدئيا هسه يعني انا حاليا لحد الان ما وصلت للي بدي اياه، ما وصلت للثمر اللي بدي اياها. الان باذن الله راح نبلش نقطف بعض من الثمار ومن القواعد اللي يعني اسسنا لها كويس كويس. هسه حاليا باذن الله راح تبدا الان يعني تحاولوا تفهموا اكثر موضوع السمباتيك والباراسمباتيك، وراح هسه الان راح نحاول نربطه بالسيتويشن تبعنا. طيب دائما موضوع السمباتيك والباراسمباتيك انا بحب اشرح بهاي الطريقه، انه انت بدك تتخيل حالك بهذا السيتويشن، بدك تتخيل حالك بهذا السيتويشن. يعني انا هسه حاليا بفتره سمباتيك، بفتره سمباتيك، صح ولا لا؟ نبلش الآن بآثار السمباتيك والباراسمباتيك على كل جزء من أجزاء جسمنا. اخترت لكم الأهم منهم، اخترت لكم الأهم منهم لحتى تكونوا عارفينهم كويس، واللي بالعادة يعني بنحكي عنهم من ناحية كلينيكال يعني وناحية كلينيكال أبليكيشنز. طيب فأنت حاليا بفترة نشاط fight or flight، هل أنت مهتم إنه والله، أو مش أنت مهتم، أنت حاليا بفترة نشاط مفروض عندك، أو مثلا فترة هروب، أو بفترة هروب مفروض عندك يكون مجال الرؤية ومدى الرؤية، كلنا عارفين إنه لازم يكون إيش، واسع، صح؟ كلنا عارفين انه لازم يكون في عنا ايش، واسع. طيب اذا انا حاليا بفتره سمباتيك، صح؟ انا هيك دائما اربطه بهاي الطريقه، فهموها بهاي الطريقه. انا حاليا بفتره سمباتيك، صح؟ انا حاليا بفتره سمباتيك. هذا السمباتيك ايش يعني؟ يعني في عنا بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، والبوست جانجليونيك ايش بيفرز؟ بيفرز ايش؟ نور ابنفرين. فاذا انا في عندي بوست جانجليونيك سمباتيك نيرف، وهذا السمباتيك نيرف شو بيفرز؟ بده يفرز لي نور ابنفرين. هاي النقطه كلنا عارفينها. طيب انا حتى اعمل ميدرايسس، انا حتى اعمل ميدرايسس، طبعا في عندنا في العين عضلتين، عضلة اسمها الراديال مسل موجودة بهاي الطريقة، عضلة اسمها الراديال مسل طبعا في العين، هاي في الايرس موجود في عندنا عضلتين في الايرس، تمام، عضلة بنسميها راديال مسل وعضلة بنسميها سفنكتر مسل، عضلة بنسميها سفنكتر مسل. طيب هاي الراديال مسل في عليها مستقبلات، شو نوع المستقبل؟ هلا المفروض كلكم تحكوا لي او لسه، يعني خلينا بالاول نرجع كمان مره نعيد هاي النقطة اللي هسه كنت أنا فيها مبادي فيها. فأنت حاليا بفترة نشاط، فترة النشاط هاي مفروض عندك مجال الرؤية شماله يتوسع. كيف بده يتوسع عندي مجال الرؤية؟ لازم هاي الراديال مسل يصير فيها كونتراكشن. إذا لازم الراديال مسل يصير فيها كونتراكشن. إذا صار بهاي الراديال مسل كونتراكشن، الكونتراكشن راح يسحب لي العضلة لهيك. لما الكونتراكشن هذا يسحب لي العضلة، ما هي راديال مسل قطرية، فلما يسحبها بالطريقة هاي شو راح يصير في عندي خلينا نحكي بالديامتر تبع البيوبل؟ راح يتوسع. فلما يتوسع بوبو العين، هاي المعلومه شو بنسميها؟ بنسميها ميدرايسس. هاي المعلومه شو بنسميها، او هاي النقطه شو بنسميها؟ هاي النقطه بنسميها ميدرايسس. فهو توسع في بوبو العين، زاد في عندي الديامتر. طيب هذا الكلام كيف صار؟ كيف يعني بالتفصيل صار؟ انت صار في عندك حاليا بفتره نشاط، تحفز عندك السمباتيك نيرفس سيستم. لما تحفز انفرز عندي من البوست جانجليونيك سمباتيك انفرز النور ابنفرين. العضلات اللي اسمها راديال مسل موجود عليها مستقبلات اسمها الفا 1 ريسبتور. لما اجى النور ابنفرين، هذا هو النور ابنفرين، ارتبط بالفا 1 ريسبتور، هذا الكلام شو سوى لي؟ تتذكروا على مستوى الخليه كان هو عباره عن جي بروتين كابل ريسبتور اي او الفا كيو عفوا، هذا زاد لي الكالسيوم. لما زاد الكالسيوم شو سوى لي؟ سوى لي كونتراكشن. لما سوى كونتراكشن بالراديال مسل، انسحبت الراديال مسل بهذا الطريقه وصار في عنا ميدرايسس. فهاي النقطة بالبداية بدكم تكونوا فاهمينها بهاي الطريقة، انه صار في عندك تحفيز للسمباتيك. لما تحفز نور ابنفرين طلع، لما نور ابنفرين طلع ارتبط مباشرة بالفا 1، لما ارتبط بالفا 1 صار في عندي كونتراكشن، لما صار في عندي كونتراكشن انسحبت الراديال مسل بهاي الطريقة، صار فيها كونتراكشن فسوت لي بيوبل، صار في عنا انكريز بالبيوبل ديامتر اللي هو بنسميه ميدرايسس. طيب هذا كان فيما يتعلق بالسمباتيك. لنفترض الآن الطريقة الثانية أو المعاكسة لها، انه صار في عنا تحفيز للبارا سمباتيك نيرفس سيستم. لما يصير في عندنا تحفيز للبارا سمباتيك نيرفس سيستم برضه نفس الشيء، بصير في عندنا ريليز لايش هالان، لكن شو المختلف؟ المختلف الان انه بصير في عندنا ريليز لاستيل كولين. طيب الاستيل كولين هذا بيرتبط بمستقبلات، بيرتبط. هلا انا حاليا بفتره البارا سمباتيك شو لازم اسوي؟
لازم اقلل الديامتر، صح ولا لا؟ لازم اقلل الديامتر. هلا بفتره السمبات هذيك انا لازم يكون عندي مجال الرؤيه واسع حتى اشوف ايش مجال رؤيه اوسع، صح ولا لا؟ لانه انا بيهمنيش كثير خليني اركز على التفاصيل، بيهمني بحاله النشاط او بحاله الفايت اور فلايت انه يكون في عندي مجال للرؤيه واسع بحيث انه اشوف كل شيء، تمام؟ على عكس الباراسمباتيك الاولى انا بحب بيهمني اركز على شيء معين، بيهمني اركز على شيء معين، بينما في السمباتيك لا، بدي اكون مجال الرؤيه واسع، عشان هيك بعمل ميدرايسس. بينما في الباراسمباتيك بدي اعمل ايش؟ مايوسس. طب كيف بدي اعمل مايوسس بالباراسمباتيك؟ ما هو الباراسمباتيك بيفرز الستيل كولين، وهذا الستيل كولين في عنا على العضله اللي اسمها سفنكتر مسل عنا مستقبل اسمه ام 3 ريسبتور، هذا هو الام 3 ريسبتور تبعنا. فلما يجي عنا حبه الستيل كولين هاي ترتبط بهذا المستقبل، نفس الشيء الفا كيو، وزي ما احنا عارفين والالفا كيو كالسيوم بيزيدك الكالسيوم، والكالسيوم بيعمل لنا كونتراكشن. فبالتالي هاي العضله زي ما انتم موضح امامكم هيك شكلها سفنكتر، فلما يصير فيها كونتراكشن كيف راح تنقبض؟ راح تنقبض هيك وكانها راح تسكر، هاي هي الفكره بس. فلما يصير فيها العضله كونتراكشن راح تسكر لك هنا، فراح يقل في عندنا البيوبل دايامتر، وراح يصير في عندنا مايوسس، وراح يصير في عندنا مايوسس. فهي بهاي الطريقه البسيطه والسهله تحفز عندك باراسمباتيك، بينفرز الستيلكولين، بيرتبط بالماسكرونيك. حسب نوع الماسكرونيك راح يصير في عندنا خلينا نحكي الاثر. هنا بحاله سفنكتر مسل عليها ام 3 ريسبتور بتتحفز، بصير فيها كونتراكشن، صار في عندنا مايوسس. هنا في عندنا راديال مسل، راديال مسل عليها الفا 1 ريسبتور، النور ابنفرين بيفرز بينفرز بيرتبط فيها، بيعمل لي كونتراكشن، بتنسحب العضله بهي الطريقه، بصير في عندنا ايش؟ بصير في عندنا ميدرايسس. تمام، فهي النقطه اعتقد بالنسبه لكم واضحه جدا مبدئيا. فهي النقطه ان شاء الله واضحه انه سمباتيك والباراسمباتيك شو سووا لي على كل جزئيه هنا من جزئيات العين، سواء بنحكي عن ميدرايسس او سواء بنحكي عن مايوسس. في هنا نقطه بدي احكيها عن الاكوموديشن، بدي اخرها شوي يعني عبين ما نكمل هنا حتى نبني على الكلام اللي حكيناه. فاحنا الكلام اللي حكيناه لحد الان كلام ثابت، انه الالفا 1 اينما وجد بيعمل لك كونتراكشن، والام 3 اينما وجد بيعمل لك كونتراكشن الا اذا كان في سفنكتر، الا اذا كان في سفنكتر. سفنكتر مش موجود هنا، انا بوضح لكم اكثر، اللي هم السفنكترز اللي في الجي اي او السفنكترز اللي باليوريثرا، مش السفنكترز الموجوده هون. تمام، هي اصلا اسمها سفنكتر مصل او اسمها سيركولر مصل، هذا مش سفنكتر، هاي مش سفنكتر. سفنكتر هم موجودين بالجي اي وبال يورينري اتراكت، نحكي عنهم كمان شوي ان شاء الله. تمام، فالام 3 دائما بيسوي كونتراكشن الا اذا وجد في سفنكتر، والالفا 1 دائما بيسوي كونتراكشن. تمام، هاي قاعده عامه. طيب، فحكينا اول شيء عن موضوع العين، فاحنا بلشنا بالعين، هذا ندخل هسه نحكي شوي عن القلب، نحكي شوي عن القلب. طيب قبل او قبل ما نحكي عن القلب قبل ما نحكي عن القلب، طيب هلا خلينا نحكي عن موضوع البرونكيوس، عن موضوع الجهاز التنفسي، لانه هون بدنا نحكي شويه التفاصيل. خلينا قبلها نحكي عن موضوع الجهاز التنفسي. هلا الجهاز التنفسي، انت حاليا بفتره نشاط، برضه انا بدي احاول دائما انه نربطها، انت حاليا بفتره نشاط. خلال فتره النشاط انت شو بيهمك؟ بيهمك انه تاخذ اكبر قدر ممكن من الهواء، من الاكسجين، لانه زي ما انتم عارفين خلال فتره النشاط خلايانا العضليه بتستهلك كثير قبر عفوا بتستهلك قدر كبير من الطاقه، وهذا الاستهلاك اكيد بينتج عنه يعني انتاج كبير جدا لجزيئات CO2، وبالتالي انا لازم ازيد من ايش؟ من تبادل الغازات، ولازم ازيد من كميه الاكسجين اللي بيدخل، صح ولا لا؟ وازيد برضه من كميه CO2 اللي بيطلع. فحتى اتم هاي العمليه، حتى تصير هاي العمليه، لازم شو اعمل؟ لازم اعمل برونكو دايليشن، لازم اوسع هدول القصبات الهوائيه، لازم اوسع القصبات الهوائيه. طيب اذا انا الان تحت تاثير السمباتيك، اذا انا تحت تاثير السمباتيك، يعني انا صار في عندي فتره نشاط، اتحفز عندي السمباتيك. لما تحفز عندي السمباتيك طبعا هون هي موجود على الرسمه، تمام، هي هذا هو موجود. طبعا اذا بتلاحظوا هون برضه هي رسمه كثير حلوه، لانه هي هون هي موضح هون هذول الثوراسيك سيجمنتس، هذول الثوراسيك سيجمنتس طالع منهم هذول هي هذا البريغانجليونيك نيورون زي ما هو موضح، هي قصير جدا عمل سينابس، وبعدين طلع عندي البوست غانجليونيك نيورون اللي هو شو بيكون اطول بحاله السمباتيك نيرفس سيستم. فهذا هو هي اللي موضح هون، هذا هو كلياته البوست غانجليونيك، اذا بتلاحظوا طلعوا قديش طويل، هذا هو البوست غانجليونيك سمباتيك نيورون، هذا هو البوست غانجليونيك سمباتيك نيورون. طيب فلنفترض انت حاليا بفتره نشاط، تحفز عندك هذا السمباتيك نيرفس سيستم، فلما تحفز طلع عندي هون الاستيل كولين عمل كذا كذا كذا، بعدين البوست غانجليونيك هون زي ما هو موضح برضه شو بده يطلع لي؟ بده يطلع لي الان نور ابنفرين، بده يطلع نور ابنفرين. طيب هذا النور ابنفرين، هذا النور ابنفرين، انا الان شو بدي اسوي؟ انا بحاول الان نستنتج اصلا نوع المستقبل، انا ما راح احكي لكم هسه عن نوع المستقبل، انتم لازم تحاولوا تستنتجوا هذا نوع المستقبل. طيب فهذا النور ابنفرين لازم يرتبط بمستقبل، تمام، او مش، لانه هون للامانه هسه المعلومه هون ما راح تكون كثير دقيقه، لانه مش نور ابنفرين هو عباره عن الابنفرين، بس هسه بحكي اكثر. بس نفترض انه نور ابنفرين او ابنفرين مش مشكله، يعني لموضوع عشان الدقه العلميه، لنفترض انه ابنفرين رغم انه نور يعني النيورون بيطلع منه مش نور ابنفرين، بيطلع منه مش ابنفرين، بيطلع منه نور ابنفرين، يعني اي نيورون سمباتيك ما بيطلع منه ابنفرين، بيطلع منه
نور ابينفرين. لكن انا فقط لغايه توضيح المثال هلا بحكي وبوضح اكثر ان شاء الله كمان شوي، تمام؟ بس مبدئيا لنفترض انه ابينفرين اللي طلع، لنفترض افتراض هذا الكلام، نقول انه هذا الكلام ما بصير، بس لنفترض انه الابينفرين هو اللي طلع. فلما يطلع هذا الابينفرين راح يرتبط لي الان في مستقبل، اللي هو اما ان يكون الفا 1 او قد يكون بيتا 1 او قد يكون بيتا 2 الى اخره من انواع المستقبلات. لكن انا شو اللي بدي اوصله بالنهايه؟ هذول حوالينهم البرونكيولز فيهم سموث ماسلز، فهاي السموث ماسلز انت لو تسوي فيها ريلاكسيشن راح تعمل برونكو دايليشن، لو تسوي فيها كونتراكشن راح تسوي برونكو كونستريكشن. فانت اكيد شو بدك تسوي هون؟ اكيد بدك تسوي ريلاكسيشن بالسموث ماسلز. طيب فشو المستقبل اللي هو بيتبع للادرينرجيك؟ شو المستقبل اللي من الادرينرجيك بيعمل لي ريلاكسيشن؟ اكيد هو البيتا 2. اكيد بيتا 2 بتتذكروا هلا لسه حكينا انه اينما وجد الفا 1، اينما وجد الفا 1 حيعمل لي كونتراكشن، واينما وجد بيتا 2 هيعمل لي ريلاكسيشن. يعني اذا كان البيتا 2 موجود على سموث مسل هيعمل فيها ريلاكسيشن وين ما كان موجود، اينما كان موجود هذا البيتا 2. فمثلا هون بالبرونكيولز في عندي بيتا 2 ريسبتورز، فلما يرتبط فيهم هذا الابينفرين هيعمل لي ايش؟ هيعمل لي يصير في ريلاكسيشن بهالسموث مسل. لما يصير في ريلاكسيشن بالسموث مسل اللي عامله تغليف وتحويط لهاي البرونكيولز راح يصير فيها برونكو دايليشن، راح يصير فيها برونكو دايليشن. كنا عارفين هاي المعلومه كويس. على عكس مثلا هون زي ما انتم ملاحظين هون، هذا هو ال إذا بتلاحظوا هون هذا هو الباراسيمباتيك سبلاي. الباراسيمباتيك سبلاي زي ما هم موضح هون، طلعوا كيف البري جانجليونيك طويل جدا جدا، طلعوا هذا هو كلياته بري جانجليونيك نيورون، هذا كلياته بري جانجليونيك نيورون، وطلعوا قديش طلعوا ما اقصر هذا البوست جانجلي. هون عمل السينابس، تخيلوا هون عمل السينابس وطلع عندي البوست جانجليونيك نيورون. فقصير جدا بيكون البوست جانجليونيك نيورون ريجاردلس، هسه مش مهم. لكن هذا البوست جانجليونيك نيورون شو راح يفرز لي؟ راح يفرز لي اسيتيلكولين، وهذا الاستيلكولين شو راح يرتبط الان؟ هسه السمباثيتك بيعمل برونكو دايليشن، الباراسمباثيتك شو بده يعمل لي؟ هسه انا لو انا هسه بفتره ريست اند دايجست، هل في داعي يكون في عندي البروكيولز متوسعه كثير وفي عندي هواء كثير بيدخل وسي او 2 بيطلع؟ لا اكيد، انا حاليا مش بفتره نشاط، اصلا سي او 2 والاو 2 عندي لازم يدخلوا بطريقه معتدله وبطريقه متزنه، فليش اطلع وادخل كثير؟ لا، بيكون في عندنا على يعني عقد حاله الشخص زي ما بنحكي، تمام؟ فبطريقه ابسط واسهل في عندنا هذا من خلال الباراسمباثيك نيرفز راح يعملوا يفرزوا لنا الاستيلكولين. لما يفرزوا الاستيلكولين هذا الاستيلكولين بده يرتبط الان بايش؟ هون النقطه، شو بده يرتبط؟ شو نوع المستقبل؟ اكيد بده يكون ماسكرونيك، صح ولا لا؟ انه الاستيلكولين ما بيرتبط غير ماسكرونيك ريسبتورز، اذا بنحكي عن على التارجت اورجنز، ففي عندنا ماسكرونيك. طب شو بده يكون السب تايب تبعه؟ ام 1 ولا ام 2 ولا ام 3 ولا ام 4 ولا ام 5؟ كلكم لازم تحكوا لي انه لازم يكون ام 3، لانه ام 3 هو الوحيد اللي بيعمل لي كونتراكشن بالسموث مسل، ولما يعمل لي كونتراكشن بالسموث مسل راح يؤدينا الى ايش؟ راح يؤدينا الى برونكو كونستريكشن. فبيكون شو عندنا نوع المستقبل؟ نوع المستقبل هو ام 3 ريسبتور. فمحصله الامر انه هذول البرونكيولز في عليهم السموث مسل، يعني انا في عندي هاي هي البرونكيول لنفترض هذا هو البرونكيول، تمام؟ هاي هي البرونكيول تبعتي، والبرونكيول هاي في بتغلفها وبتحوطها، تمام؟ بتغلفها وبتحوطها هاي البرونكيولز سموث مسلز. هاي السموث مسلز اللي بتحوط هاي البرونكيولز في عليها تو ريسبتورز، اما ان يكون بيتا 2 او قد يكون ام 3 ريسبتور، تمام؟ فهم هذول نوع المستقبلين الموجودين عندنا. اذا كنا بنحكي عن سمباثيتك، سمباثيتك شو راح يرتبط؟ شو راح يسوي لك سمباثيتك؟ او بشكل عام يعني سمباثيتك نيرفس شو راح يسوي؟ راح يحفز لي البيتا 2. لما يتحفز البيتا 2 بصير في عندي هون ايش؟ ما هو هاي البيتا 2 موجوده على سموث مسل، وهاي السموث مسل لما يصير فيها الريلاكسيشن راح هذا البرونكيول شو راح يصير فيها؟ برونكو دايليشن. على عكس الام 3 اللي من خلال الباراسمباثيتك بيفرز الاسيتيلكولين بيرتبط بام 3، بصير في عندي كونتراكشن بهاي السموث مسلز المحوطه للبرونكيولز، فبالتالي بصير فيها كونتراكشن بصير في عندنا برونكو كونستريكشن. فهذا فيما يتعلق بالريسبيرتوري سيستم، اكيد كلكم عارفين. لو بدي اربطه بفارماكولوجي، لو بدي اربطه بفارماكولوجي، مرضى الازمه شو ممكن اعطيهم؟ مرضى الازمه ممكن اعطيهم اجونست للبيتا 2 لانه بده يعمل لي برونكو دايليشن، او بدي اعطيهم انتاجونست للام 3 لانه برضه راح يعمل لي برونكو دايليشن، تمام؟ فمرضى الازمه ممكن اعطيهم اما بيتا 2 اجونست او اعطيهم ام 3 انتاجونست، تمام؟ فهذا برضه ربطناها برضه من ناحيه فارماكولوجي. طيب هلا هون الاثار على القلب، الاثار على القلب. طبعا انا هاي في عندي رسمه ثانيه للقلب راح تكون افضل نوعا ما، بس الفكره انه هون، تمام؟ لو نيجي ناخذها هاي الرسمه اعتقد بيكون افضل. هاي هي الرسمه تاعت القلب، تمام؟ هلا القلب شو نوع المستقبلات الموجوده فيه؟ طبعا في عندنا زي كانه نيمونيك لهذا الشيء. هسه شو النيمونيك هون؟ انه شو المستقبل اللي بيكون موجود في القلب؟ شو نوع المستقبل؟ بيتا 1 ولا بيتا 2 ولا الفا 1 ولا الفا 2؟ في عندنا نيمونيك هون انه احنا في بانه في عندنا قلب واحد، فنوع المستقبل حيكون بيتا 1، وفي عندنا رئتين تو لانكس بيكون في عندنا نوع المستقبل ايش؟ بيتا 2. هي برضه اللي بحب يكون عارفه، في عندنا قلب واحد بيتا 1، رئتين بيتا 2. فنوع المستقبل اللي موجود في القلب هو عباره عن بيتا 1 ريسبتور، هذا اللي هو فيما يتعلق بموضوع السمباثيتك نيرفس سيستم،
تمام السيمباتيك نيرف سيستم. فعندنا بيتا 1 ريسبتور، هذا البيتا 1 ريسبتور لما يجي فيه النوربينفرين يرتبط فيه، لما يرتبط فيه النوربينفرين شو بده يسوي النوربينفرين؟ النوربينفرين بده يزيد لي الكونتراكتيدي. تخيل انت حاليا بفتره نشاط، فتره النشاط بينفرز فيها زي ما بتحفز فيها السيمباتيك نيرف سيستم، بينفرز فيها نوربينفرين من النيورونز وبينفرز فيها برضه من الادرينال مضله الابنفرين. الفكره انه بيزيدوا تركيز الابنفرين والنوربينفرين، هذول شو اثرهم على القلب؟ اثرهم على القلب انه لما يتحفز عندك موضوع هذا السيمباتيك نيرف سيستم بده يزيد الكونتراكتيليتي، ما تحس عليه بفتره نشاط القلب لازم بسرعه خلينا نحكي يضخ اكبر كميات من الدم، عشان هيك الكونتراكتيليتي بتزيد. يعني انت خلال القبضه الواحده، خلال الهارت بيت الواحده، لازم تطلع اكبر كميه من الدم كقلب، فبتحاول قدر الامكان انه انت لما تعمل سيمباتيك ستيميشن انك تطلع اكبر قدر من الدم لما تزيد الكونتراكتيليتي تبعت خلايا القلب. فاول نقطه انه البيتا 1 لما يصير تحفيز بخلايا القلب بتزيد الكونتراكتيليتي، قوه الانقباض نفسها بتزيد. وبرضه ايش بيزيد برضه؟ تمام، يعني انا صح زادت قوه الانقباض، بس برضه بيهمني كمان انه عدد الانقباضات بالدقيقه برضه يزيد. يعني عدد الانقباض كل ما كان القلب عم ينقبض اكثر بالدقيقه، هذا بيعطيني برضه دم اكثر، هذا برضه بيعطيني دم اكثر. فبرضه هذا كلام بالنسبه لنا جدا جدا مهم. ففي عندنا هنا طبعا زي ما هو موضح هون، طبعا هذا هو الالكتريكال اكتيفيتي تبع القلب. الالكتريكال اكتيفيتي بتطلع من شيء بنسميه اس اي نوت. هاي الاس اي نوت هي اللي بتطلع لي الالكتريكال اكتيفيتي، هي اللي بتطلع لي الالكتريكال اكتيفيتي تبع القلب. القلب تبعنا بينقبض تمام، او الكهرباء تبعته نابعه منه، كهرباء القلب نابعه من القلب ذاته، تمام. فهاي الاس اي نوت نورمالي بتطلع هاي الالكتريكال سيجنالز، والالكتريكال سيجنال تنتقل لكل هاي القلب، بصير في عندنا بالتالي كونتراكشن، بصير في عندنا ديبولاريزيشن، الديبولاريزيشن بيؤدي الى كونتراكشن. فكره هون انه انت لما تعمل سيمباثيتك ستيميوليشن راح تزيد عدد تمام. حسب العاده مثلا بتطلع الكتريكال سيجنال كل فتره معينه، لما تعمل سيمباثيتك ستيميوليشن راح تصير تطلع هاي السيجنال كل فتره اقصر، فبتزيد انت ايش عدد السيجنالز اللي بتطلع. يعني مثلا لنفترض انه طلعت هاي السيجنال بوقت معين، وبعدها بفتره طلعت كمان سيجنال بنفس الطريقه، وبعدها بفتره طلعت عندنا سيجنال بنفس الطريقه. فالفتره الزمنيه اللي بيكون واحده واحده تمام، لنفترض انه مثلا فتره زمنيه اكس، هذا هو فترة زمنية ثابتة بين انه طلوع السيجنال الاولى وطلوع السيجنال الثاني والثالث، هاي فترة زمنية. لما انت تعمل سيمباثيتك ستيميوليشن على الاس اي نود راح تصير تطلع عدد الكتريكال امبلسز بوقت اقل، بوقت اقل، فهاي الفترة الزمنية راح تصير ايش؟ راح تتقلص، راح تصير النص هون، راح تصير النص هون. فكفترة زمنية بين الكتريكال امبلسز ايش راح يقل، فبالتالي انا هذا الشيء بس شو بسميه؟ هذا بسميه الهارت ريت، اللي هو عدد الانقباضات خلال الدقيقة برضه راح يزيد. فكمان نقطة، فاول شيء الكونتراكتيفيتي بتزيد، الهارت ريت بيزيد، وبرضه في عندنا هون الاس اي نوت بتودي لي الكتريكال امبلسز لشيء بنسميه الاي في نوت، والاي في نوت هي اللي بتنقل لي اياها لهون للفنتريكلز، تمام. فالاي في نوت هي بتقدر تعتبرها وكانها ايش؟ محطه العبور تبعتنا، محطه العبور. يعني بتيجي هالشحنه الكهربائيه، اذا سمحت لها الاي في نوت بتمر، اذا ما سمحت لها ما بتمر. فالاي في نوت هي محطه العبور بالنسبه لنا بتوين الاتريا والفنتريكلز، هذول بسميهم الليفت والرايت اتريا، وهذول الليفت والرايت فنتريكلز اللي هم الاذينين والبطينين، تمام. فهاي الاي في نوت هي محطه العبور لهي الالكتريكال امبلسز. اي الكتريكال امبلس جاي من الاتريا بتوقف هون، بتحكي لها بتحكي تسال الاي في نوت، هل يعني وكانه الاي في نوت هي المسؤوله عن حركه الالكتريكال امبلسز من الاتريا للفنتريكلز. فانت لما تعمل برضه سيمباثيتك ستيميوليشن راح تزيد من سرعه انتقال هاي السيارات العصبيه، سرعه انتقال هاي الالكتريكال امبلسز راح تزيد من سرعه الانتقال، عشان هيك بنحكي له increase بالconductivity. ففي عنا اللي فبالتالي من محصلة الأمر إنه سيمباتيك بيزيد لي ثلاث أشياء: الcontractility كقوة انقباضة، الheart rate عدد الإلكتريكال impulses، والconductivity. والconductivity اللي هو بنسميتوهم positive inotropic positive chrono، هذا positive ino contractility، positive chrono اللي هو الheart rate، positive dromo اللي هو إيش؟ positive dromotropic effect اللي هو الconductivity، تمام. فهذا برضو فيما يتعلق بالقلب، بوزيتيف اينو، بوزيتيف كرونو، بوزيتيف دراما تروبيك افكتس. شنو نوع المستقبل اللي موجود في القلب؟ هذا اللي هو بيتا 1 ريسبتور، هذا فيما يتعلق بالسمباتيك نيرف سيستم. هلا البارا سمباتيك شنو نوع المستقبل؟ نوع المستقبل ام 2 ريسبتور، هو نوع عباره عن ام 2 ريسبتور، هذا يتبع لموضوع ايش؟ يتبع لموضوع البارا سمباتيك. يعني لما يتحفز عند البارا سمباتيك بيرتبط الاستيركوني بالام 2، شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي اثار معاكسه، راح يقلل لي الهارت ريت، راح يقلل لي الكونداكتيفيتي، وراح يقلل لي الكونتراكتيفيتي، لكن راح يقلل لي الكونتراكتيفيتي فقط في الاتريا. هلا السؤال الان المفروض الكل خطر ببالكم، طب ليش الباراسمباتيك نيرف سيستم بقلل الكونتراكتيفيتي فقط في الاتريا؟ يعني الباراسمباتيك لما يصير تحفيز ما بيقلل لك الكونتراكتيفيتي بالفنتريكلز،
بينما بيقلل لك الكونتراكتيليتي فقط في الاتريا، على عكس السمباثيتك. السمباثيتك نيرف سيستم بيزيد الكونتراكتيليتي بالاتريا وبالفنتريكلز، خصوصا الفنتريكلز، بينما البارا سمباثيتك ما بيأثر على موضوع الفنتريكلز. ليش؟ لانه بشكل بسيط جدا وسهل، انت حتى انه لحتى يصير في عندنا اثر لازم يكون الريسبتور موجود، والام 2 ريسبتور مش موجود اصلا في هذه المنطقه. الام 2 ريسبتور فقط موجود هون بمنطقه الليفت والرايت اتريا وعلى الاس اي نود وعلى الاي بي نود. الام 2 ريسبتورز مش موجودين بالرايت والليفت فنتريكلز، او اذا موجودين بيكونوا موجودين بكميات قليله جدا جدا ما بتحدث لي اثر، فموستلي بيكونوا موجودين بالرايت والليفت اتريا وبهي المنطقه فقط. عشان هيك لما احفز الباراسمباتيك راح تتاثر عندي الاس اي نود فبقلل لي الهارت ريت، حتاثر عندي هون فبرضه بقلل لي الكونتاكتيفيتي، وراح بياثر لي على الكونتراكشن والكونتراكتيفيتي تبعت الليفت والرايت اتريا. تمام، فهذا فيما يتعلق بموضوع الهارت. فاحنا نربط الصوره كامله، انت حاليا بفتره نشاط، فتره النشاط زاد في تحفز عندك السمباتيك، تحفزت عندي بيتا 1 في القلب، زادت الكونتراكتيفيتي، زادت الهارت ريت، زادت الكونتراكتيفيتي، فبالتالي زادت كميه الدم، فبالتالي انا هذا بيخدمني بفتره النشاط. طيب هاي النقطه. النقطه الثانيه، انت برضه في فتره نشاط حاليا، تحفز عندك السمباتيك، فرز ابنفرين ونور ابنفرين، هذول الاثنين بيسووا لك ايش؟ بيرتبطوا لك ببيتا 2 ريسبتورز اللي موجودين بالبرونكيولز، بيعملوا لك برونكو دايليشن، فانت برضه دخلت كميه هواء اكثر، طلعت كميه سي او 2 اكثر. عندك هون مجال الرؤيه، مجال الرؤيه برضه سمباثيتك، يعني ابنفرين ونور ابنفرين ارتبط عندي بالفا 1 ريسبتور، حفز لي الراديال مصل، سوى لي ميد ريسس. فخذوها برضه بهاي الطريقه وبهاي الفلو، خذوها برضه بهاي الطريقه وبهاي الفلو. طيب على مستوى الجي اي تراكت، هسه نحكي شوي على مستوى الجي اي تراكت، على مستوى برضه الجينيتو يونيري تراكت. طيب على مستوى الجي اي تراكت، انت حاليا بفتره نشاط، هل انت بهمك عمليه الدايجستشن الان؟ يعني انت هل بهمك انك تهضم الطعام؟ اكيد لا، انت حاليا بفتره نشاط، اكيد انا ما بهمني ابدا هسه حاليا انه اهضم الطعام. فبالتالي هي نقطة كثير مهمة بالنسبة لنا، إنه أنت حاليا بفترة نشاط، ليش تبلش بهضم الطعام؟ أكيد لهذا الكلام لازم أوقفه. طيب كيف أنا كسمباتيك نيرفس سيستم بستطيع إنه أوقف عملية الهضم؟ هلا عملية الهضم هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن حركة الأمعاء، حركة معوية بيريستالتيك موفمنت، بيريستالتيك موفمنت. طيب طبعا أكيد مع الإنزيمز والسكريشنز اللي بتفرزها سواء الاستومك أو سواء البنكرياس أو غيرها من، خلينا نحكي حتى نفس الميوكوزا. تمام؟ لكن أنا بحكي بشكل عام إنه في عنا بيريستالتيك موفمنت، في عنا حركة معوية. طيب انت كيف ممكن كسمباتيك نيرفس سيستم، يعني انتوا برضو انتوا اكيد عارفين انه هذول اللي هم سواء الاستوميك سواء السمول انتستين سواء الانتستين كلهم هم عباره عن كانهم هولو تيوبس، كلهم وكانهم هذول عباره عن تيوبس، وهي تيوبس حواليهم سموث ماسلز. تمام، هذا الكلام اكيد كلكم عارفين. تمام، فهذول التيوبس وكانهم هذول السمول انتستين ولا الانتستين، هذول عباره عن تيوبس بيغلفهم حواليهم سموث ماسلز. طيب فانت كيف ممكن انت كسمباتيك نيرفس سيستم بشكل بسيط كيف ممكن تعمل لي ريلاكسيشن على هدول السموث ماسلز؟ كلكم لازم تحكوا لي انه من خلال بيتا 2 ريسبتور. فانا من خلال البيتا 2 ريسبتور، تمام، فانا هسه الان تحفز عندي السمباتيك، لما تحفز عندي السمباتيك تحفز عندي برضه مع ايش؟ البيتا 2، صح؟ فرض عندي مثلا ابنفرين ونورابنفرين ارتبطوا ببيتا 2 ريسبتور، لما ارتبطوا عمل لي هذا الكلام وين؟ ريلاكسيشن على السموث ماسلز هنا. لما صار في عندي ريلاكسيشن توقفت الحركه المعويه، توقفت، طبعا مش توقفت كليا وانما توقفت يعني قللنا من الريت تبعها. فبالتالي انا حاليا خلال فتره النشاط ما صار في عندي ايش؟ حركه معويه، وما صار في عندي دايجستشن. هذا شيء كثير كويس، انه انا حاليا فتره نشاط، مش وقت هضم الان للطعام، مش وقت هضم، انا مش ريست اند دايجست، انا حاليا فايت اور فلايت، مش وقت دايجستشن الان. فبالتالي بدنا نوقف هاي العمليه الحركه المعويه من خلال البيتا 2 ريسبتورز. فشو لازم نسوي؟ من خلال البيتا 2 بصير في عندنا ريلاكسيشن على السموث ماسلز، لما يصير في عندنا ريلاكسيشن على السموث ماسلز اكيد انا وكانه وقفت هاي الحركه المعويه. فهذا فيما يتعلق بموضوع البيتا 2 ريسبتورز. طيب وبنفس الوقت انا لازم اسكر السفنكترز، يعني انا برضه صح قللت الحركه المعويه بس برضه لازم اسكر السفنكترز. طب كيف انا ممكن اسكر السفنكترز؟ في عندنا هون شيء بنسميه بايلوريك سفنكتر، سفنكتر هون بيكون موجود بيكون حوالين البايلورس هاي المنطقه، وفي عندنا سفنكتر هون شيء اسمه انترنال انال سفنكتر، هذا احنا ما بنتحكم فيه، ما هو اسمه اصلا يتبع للاوتونوميك. هذا اللي احنا بنتحكم فيه الانال سفنكتر، اللي احنا بنتحكم فيه هذا شيء اسمه اكسترنال، هذا انت بتتحكم فيه يتبع على السوماتيك نيرفس سيستم. بينما الشيء انت ما تتحكم فيه اللي هو شيء اسمه انترنال ان سفنكتر، برضه هم عباره عن مجموعه سموث ماسل سيلز. ايش مالها هاي السموث ماسل سيلز؟ بتكون محوطه المنطقه هون، بتكون محوطه فكانها مسكره هاي المنطقه. طيب فانت كسمباتيك الان كيف ممكن تسكر لي السفنكترز؟ لازم تسوي كونتراكشن. طب شو الريسبتور اللي في السمباتيك اللي بيسوي لك كونتراكشن؟ كلكم لازم تحكوا لي هو عباره عن الفا 1 ريسبتور. فبالتالي النقطة الآن صارت أعتقد الآن واضحة إن شاء الله أكثر. يعني أنت كسمباتيك شو سويت؟ سويت لي ريلاكسيشن على السموث ماسلز، فبالتالي قللت الحركة المعوية وسكرت لي السفنكترز. فأنت كسمباتيك سويت لي قللت لي الحركة المعوية، قللت لي السكريشنز، فبالتالي قللت الهضم،
وسكرت السفنكترز، لأنه أنا مش وقت ديفيكيشن ولا موقت ولا وقت إيش دايجيشن. فهذا هو الفكرة من كل هذا الكلام، إنك أنت كسمباتيك نيرفس سيستم فايت أور فلايت مش وقت لهذا الكلام، بتوقف الدايجيشن، بتوقف كل هاي العمليات. كيف بدك توقفها؟ من خلال بيتا 2 على السموث ماسلز اللي موجودة بهدول الهول تيوبس السمول انتستينز واللارج انتستينز والستومك، فأنت بتقلل الحركة المعوية وبدك تسكر السفنكترز. كيف بدك تسكر السفنكتر؟ بدك تعمل كونتراكشن بهاي السموث ماسل. كيف بدك تعمل كونتراكشن؟ من خلال الفا 1 هون وبرضه من خلال الفا 1 هون، تمام؟ فاعتقد هاي النقطه الان بالنسبه لكم واضحه جدا، هذا من خلال السمباتيك. طيب لنفترض الان الطريقه المعاكسه، انت الان فتره امورك تمام، ريست اند دايجست امورك 100%، شو النوع المستقبل اللي بده يعمل لك هون كونتراكشن الان العكس؟ هلا انا بحكي عن باراسمباتيك نيرفس سيستم، صح؟ فهذا الباراسمباتيك نيرفس سيستم بده يعمل لي ايش هون؟ هذا مثلا هون برضو في عندي السموث ماسلز، هاي السموث ماسلز اللي حوالين هذول الامعاء او حوالين سواء الدقيقه او الغليظه او حتى المعده. الان انا هذول حاليا بفتره مش نشاط، حاليا بفتره راحه واموري تمام، بدي اعمل الان هضم للطعام. طيب هذا الكلام حتى انا اسوي عمليه هضم للطعام، شو نوع المستقبل اللي لازم يكون موجود على هذول السموث ماسلز؟ اكيد كلكم لازم تحكوا لي انه لازم يكون في عندي مستقبل يؤدي لنا الى كونتراكشنز. كلكم بس تحكوا لي انه يكون فعلا مستقبل يؤدي لنا الى كونتراكشنز. طب شو المستقبل اللي بيتبع للباراسمباتيك وبيؤدي لنا الى كونتراكشن؟ اكيد كلكم بس تحكوا لي هو عباره عن الام 3 ريسبتور، هو اللي بيكون مستقبل بيؤدي لنا الى كونتراكشنز. يعني هيك هذا المستقبل بيؤدي لنا الى كونتراكشنز هنا، بيؤدي لنا الى كونتراكشنز هنا، وبيؤدي لنا الى كونتراكشنز هنا، فبيحرك لنا الامعاء وبيعمل لنا هضم للطعام. طيب هذا فيما يتعلق بموضوع الكونتراكشنز والبيريستالتيك موفمنت. مش بس هيك، برضو انا حكيت لكم انه اينما وجد ام 3 ريسبتور بده يعمل كونتراكشن، يعني هنا بده يعمل كونتراكشن وهنا بده يعمل كونتراكشن وهنا بده يعمل كونتراكشن، الا اذا وجد حول على سفنكتر. اذا وجد على سفنكتر، هاي هنا مثلا في عندي انا سموث مسل، وهاي السموث مسل هي محوطه السفنكتر هنا. فهاي السموث مسل شو عليها مستقبلات؟ حكينا في ان اما ان يكون الفا 1 ريسبتور او قد يكون ام 3 ريسبتور. الام 1 حكينا انه خلال فتره السمباتيك بده يعمل له اكتيفيشن وبده يسكر لي السفنكتر. هون الاكسبشن الوحيد انه خلال الباراسمباتيك لما احفز ام 3 راح يعمل لي هون ريلاكسيشن، فبالتالي ايش راح يفتح لي هذا السفنكتر، لانه انا حاليا بفتره مش نشاط، فتره ريست اند دايجست، لازم اكون فاتح السفنكترز لحتى انه الطعام يعبر، لازم اكون هدول السفنكترز مفتوحين لحتى الطعام يعبر هون من الاستومك مثلا هون، او مثلا اذا بسوي ديفيكيشن نفس الشيء. كل الامور هاي لازم تكون واضحه بالنسبه لكم زي ما احنا اتفقنا انا وياكم، لانه الام 3 اينما وجد راح يعمل كونتراكشن الا اذا وجد على سفنكتر. سواء بنحكي هون عن انترنال انال سفنكتر، الام 3 ريسبتور شو راح يعمل لي؟ هيعمل لي ريلاكسيشن. او بحكي هون عن البايروليك سفنكتر، الام 3 ريسبتور برضه هيعمل لي ريلاكسيشن. بينما الام 3 ريسبتور اللي موجود بالجدار تبع هذول السمول انتستين واللارج انتستين، اكيد شو راح يعمل لي؟ هيعمل لي زياده بموضوع الكونتراكشن، تمام؟ اعتقد النقطه بالنسبه لكم الان صارت واضحه اكثر. طيب فالمحصله النهائيه، انت سمباتيك بدك تسكر لي السفنكترز وبدك تقلل لي الكونتراكتيليتي، انت بارا سمباتيتك بدك تزيد لي الكونتراكتيليتي وبدك تفتح لي السفنكترز. طب انت يا سمباتيتك كيف ممكن شو اسمه تعمل لي ريلاكسيشن؟ من خلال بيتا 2. كيف ممكن تسكر لي السفنكترز؟ من خلال الفا 1. انت يا بارا سمباتيتك كيف ممكن تعمل لي كونتراكشن للسموث ماسلز اللي موجوده بالجي تراكت؟ من خلال ام 3. كيف ممكن تعمل ريلاكسيشن للسفنكترز؟ برضه من خلال ام 3. برضه من خلال ام 3. هي المحصله النهائيه للجي تراكت. فحكينا الان عن موضوع العينين، حكينا عن موضوع الريسبيتوري سيستم، حكينا عن كارديك سيستم، عن كارديو فاسكولار سيستم، او حكينا بشكل عام عن حكينا عن الكارديو فاسكولار سيستم، حكينا عن الجي اي تراكت، تمام؟ حكينا هون عن القلب. هلا نحكي اخر شيء عن الجينيتو يورينري تراكت. هلا الجينيتو يورينري تراكت برضه بنفس الطريقه، انت حاليا حسب انت بفتره نشاط ولا مش بفتره نشاط. انت بفتره نشاط اكيد مش 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 من المنطق ابدا انه انت بفتره نشاط الان وتروح ايش بتبلش البلدر بتصير فيها كونتراكشنز وبدك تعمل فويدنج اوف ذا يورين، اكيد هذا مش وقته ابدا، صح؟ مش وقت الميكتوريشن، يعني مش وقت ابدا للتبول الان. فشو المفروض يصير؟ هلا في عندنا هون برضه سموث ماسلز موجوده بهاي بجدار البلدر، بجدار المثانه في عندنا سموث ماسلز. هاي السموث ماسلز برضه عليها مستقبلات، شو نوع المستقبلات؟ نفس المستقبلات اما ام 3 ريسبتور او بيتا 2 مثلا، هون طبعا بيتا 3 هاي اعتبروها هيك مجازا هي بيتا 2، لكن هي حقيقة بيتا 3 لكن مجازا نعتبرها بيتا 2. طيب فأنت حاليا بفترة نشاط، فترة النشاط أنا هاي شو بيهمني؟ هل بيهمني إنه هاي البلدر تكون كونتراكتد وأنا بكون زحمان وكذا بروح الحمام خلال فترة النشاط؟ أكيد لا. فخلال فترة النشاط أنا بدي يصير في عندي ريلاكسيشن هنا. أنا بدي يصير في عندي ريلاكسيشن، طيب شو المستقبل اللي بيسوي لك ريلاكسيشن؟ كلكم بتحكوا لي إنه البيتا 2 ريسبتور هو اللي بده يسوي لي ريلاكسيشن، تمام؟ طيب
بالنسبة للسفنكتر هون في عندنا هون شيء اسمه internal urethral sphincter، هذا هو اسمه internal urethral sphincter. هذا الانترنال يوريثرال في هذا احنا برضه ما بنتحكم فيه، يعني الانترنال يوريثرال والانترنال انال سفنكترز هذول احنا ما بنتحكم فيهم، هذول اندر الاوتونوميك كنترول. اللي بنتحكم فيهم احنا الاكسترنال انال والاكسترنال يوريثرال سفنكتر، هذول احنا بنتحكم فيهم. بس نكمل الان بمحاضرتنا، فنكمل بيتا 2 هنا، هذا بده يعمل لي ريلاكسيشن بما انه انا صار لي فتره نشاط، فتره النشاط تاعتي هاي انا اكيد ايش لازم اسوي، اكيد لازم اعمل خلافة النشاط ريلاكسيشن على الديتراوزر مصل هاي هون او السموث مصل اللي موجودة بالبلادر وول، فلما اعملها ريلاكسيشن راح الامور تمام، وما انت خلافة النشاط ما تضطر انك تروح الحمام تمام. فهي النقطة مهمة انه ريلاكسيشن على البلادر وول، ومش بس هيك برضو بدك تسكر السفنكتر، برضو بدك تسكر السفنكتر. فبرضو هون في عنا هاي هون هاي السموث مصل، هاي السموث مصل بتكون هيك موجودة حوالين هون، فانت لما تعمل كونتراكشن، لما تعمل كونتراكشن بالسموث ماسلز اللي موجوده هنا من خلال الفا 1 ريسبتر راح تسكر لي السفنكتر، فبالتالي ما راح يصير في عندنا فلو اوف يورين. فهذا كلام كثير كويس خلال فتره السيمباثيتك نيرفس سيستم، خلال فتره عفوا النشاط، بينما خلال فتره الباراسيمباثيتك خلال فتره اللي هي ريست اند دايجست تمام، انا بيهمني انه ايش يصير في عندنا الان فويدنج اوف يورين. خلال فتره الباراسيمباثيتك لازم يصير في عندنا التبول او الميكتوريشن او الفويدنج اوف يورين. فبالتالي انا شو نوع المستقبلات لازم تكون موجوده؟ اكيد ام 3 ريسبتور، هذول راح يعملوا لنا كونتراكشن بهاي السموث ماسلز، لما تصير البدر يصير فيها كونتراكشنز راح يصير في عندنا ايش فويدنج اوف يورين. فاذا صار في عندك فويدنج اوف يورين لازم يكون في عندك هذا السفنكتر شماله لازم يكون فاتح صح ولا لا؟ فبرضه شو نوع المستقبل اللي بده يكون موجود هون؟ اكيد بده يكون برضه ام 3 ريسبتور. فانت الام 3 هذا شو راح يعمل لك؟ حيعمل لك ريلاكسيشن، يعني الام 3 اللي موجوده على سموث مسل بالسفنكتر بتعمل ريلاكسيشن، بهونا او بالجي اي تراكت بتعمل كونتراكشن. يعني اينما وجد ام 3 بده يعمل كونتراكشن بالبلادر وول، بالجي اي تراكت وول، او اذا بنحكي مثلا على الايز، هسه كلها بصير في كونتراكشن كلياته الا اذا وجد بالسفنكتر. اذا وجد على السفنكتر بده يعمل ريلاكسيشن تمام. فالمحصله النهائيه اذا انت سمباثيتك بدك تعمل لي ريلاكسيشن هنا وبدك تسكر لي السفنكتر، اذا انت باراسمباثيتك بدك تعمل لي كونتراكشن هنا وبدك تفتح لي السفنكتر. هذا كلام بشكل بسيط جدا وسهل. اخر نقطه عندنا في المحاضره قبل ما نعمل هيك نلم كل الامور مع بعض، عندنا موضوع عندنا هنا مثلا الكورونري ارتريز او يعني البلد فيسلز بشكل عام. هسه البلد فيسلز اما ان يكون في عليهم الفا ريسبتورز او بيتا ريسبتورز، او انهم بيكونوا موجودين اثنين، يعني الالفا والبيتا موجودين على السموث ماسلز تبعت البلد فيسلز. فانت لما تحفز لي الفا ريسبتور، هذا الالفا ريسبتور ما هو ايش موجود على السموث ماسل هنا، فانت لما تعمل كونتراكشن بهاي السموث ماسل من خلال تحفيز الالفا ريسبتور شو راح تعمل لي؟ هتعمل لي فيزو كونستريكشن صح ولا لا؟ وانت لما تعمل اكتيفيشن للبيتا هتعمل لي البيتا 2، يعني هون بهذا المثال هون الفا 1 طبعا هون البيتا 2، حيصير في عندنا هون ريلاكسيشن بهاي السموث ماسل، لما يصير في ريلاكسيشن هذا الفيسل راح يتوسع. هذا المبدا احنا كلياتنا عارفينه، لكن شو دخلوا هسه الان؟ يعني هلا كلكم خطر ببالكم هذا السؤال، طب بما انه بوث الفا وبيتا موجودين على هاي السموث ماسلز، طب مين اللي حيتحفز بفتره السمباثيتك؟ يعني ما هم اثنين حيتحفزوا، يعني شو راح يصير؟ يعني راح يصير في عندي كونستريكشن ودايليشن بنفس الوقت؟ اكيد لا. الفكره هون انه حسب توزيع الالفا والبيتا. شو يعني حسب التوزيع؟ يعني في عندي انا مناطق، يعني انت هسه حاليا خلال فتره نشاط، انا بدي اتخيلها بهاي الطريقه، انت حاليا الان بفتره نشاط، خلال فتره النشاط تبعك انت في عندك هذا هو القلب مثلا لنفترض، هذا هو القلب تبعك، والقلب تبعك بيطلع كمية معينة من الدم، تعتبرها وكأنها مضخة، بيطلع كمية معينة من الدم، هو الكارديك أوتبوت إنها 5 ليترز خلال الدقيقة، فقلبك بيطلع خلال الدقيقة لشخص عمره، عفوا لشخص وزنه 70 كيلو، بيطلع 5 لتر من الدم. طب هذا هو الكارديك أوتبوت، هذا هو الكارديك أوتبوت، 5 ليترز بير مينت. ف 5 لتر بيطلعهم القلب خلال الدقيقة، هذا هو الكمية كلها، تمام؟ انت حاليا خلال فتره النشاط هل من المنطقي انه هدول ال5 ليترز جزء منهم مثلا يروح لاماكن انا ما بدي اياها؟ يعني انا حاليا خلال فتره نشاط شو بيهمني؟ بيهمني انه الدم، بيهمني انه الدم يروح لاماكن يستفيد منها صح ولا لا؟ يعني انا في عندي عضلات جسمي كلياتها عمالي عم بستخدمها، كل عضلات جسمي عمالي عم بستخدمها صح ولا لا؟ فهي العضلات كلها لازم اوصل لها كميه دم كويسه لحتى توصل الاكسجين كويس، فبالتالي تستهلك الاكسجين في تصنيع الطاقه تمام. فانا هذا نقطه كثير مهمه بالنسبه انه نفهمها، انه انا الدم تبعي هذا دم غالي، ما بصير اوديه لاماكن ما راح استفيد منها، ما بصير اوديه لاماكن مش ما اوديه يعني ما اوديه بالمره لا، وانما لازم اقلل من توديه هذا الدم، حلو هاي توديه، من انه اودي هذا الدم تمام لاماكن ما يستفيد منها، فلازم اودي الدم لاماكن يستفيد منها صح ولا لا؟ فانا مثلا نفترض انه هذا هم هذول ال5 ليترز،
هاي في عندي هنا شوية أرتريز بتغذي لي مثلا بتغذي لي الجي آي، وشوية أرتريز بتغذي لي مثلا العضلات تمام المسلز تمام، وشوية أرتريز برضو بتغذي لنا مثلا نفترض البلدر أو الجينيتو يورينري سيستم بشكل عام، الجينيتو يورينري سيستم بشكل عام، وشوية أرتريز في عندنا برضو بيغذوا لنا السكن، وهكذا يعني في عندنا عدة أمثلة. طيب فشو الفكرة؟ أنت عندك هنا قلبك عم بيطلع كمية معينة من الدم، وهذا الدم بيتوزع في هاي الأماكن. أنت حاليا هسه خلال فترة النشاط، خلال فترة النشاط هسه لسه حكينا، هلا لسه حكينا، خلال فترة النشاط إنه الجي آي تراكت بيكون وكأنه متعطل، أنت ما في عندك دايجستشن، وبالتالي ما في عندك هضم، صح ولا لا؟ ما في عندك هضم، صح ولا لا؟ فليش أنت تودي دم للجي آي تراكت دم كتير، صح؟ يعني مش منطقي هذا الكلام، إنه أنت فترة نشاط ليش تودي دم كتير للجي آي تراكت؟ أكيد مش من المنطقي أبدا. فبالتالي الجي آي تراكت البلد فيسلز اللي بتغذيه بيكون فيها ألفا 1 ريسبتور، بحيث إنه خلال فترة السيمباثيك ستيمولاشن أنا أعمل فيزو كونستريكشن فأقلل من كمية الدم اللي رايحة للجي آي تراكت. وبنفس الطريقة الجينيتو يورينري سيستم، أنت حاليا مش خلينا بنحكي بوضع إنك مثلا فويدنج اوفيرم، مش حكينا هسه كلام، مش وضع انك مش وضع مش بوضع تبول مثلا خلال فتره النشاط. فعشان هيك انا لازم، مش هسه حكينا بصير في ريلاكسيشن على البلادر، بصير في عندنا ريلاكسيشن على، بصير في عندنا كونستريكشن بالسفنكترز، فسكرت السفنكتر وسكر كل شيء، فانا ليش اوصل دم كثير لهذيك المناطق؟ لا، بقلل من الدم اللي واصل لهم، فبعمل برضه فهي المناطق برضه شو بيكون فيها؟ برضه بيكون فيها الفا 1. فلازم اعمل ايش؟ لازم اعمل فيزو كونستريكشن. السكن تبعك، السكن ليش يروح في عنده دم كتير؟ ما بحتاج، صح؟ فبرضه بعمل ايش؟ برضه بعمل فيزو كونستريكشن. فهو كانه انا جففت المنابع هاي، عملت هون فيزو كونستريكشن، عملت هون فيزو كونستريكشن، عملت هون فيزو كونستريكشن، وهلا على المصل البلد فيسلز اللي بتغذي المصل سيلز عليهم ايش؟ بيتا 2. فهلا هون بعمل فيزو دايليشن، بفتح وكانه هذا المسرب، فبالتالي ايش؟ بزيد من البلد فلو للمصل سيلز. فهو كانه انا عملت حركه ذكيه، قللت الدم اللي واصل اللي بيوصل لاماكن انا ما راح استفيد منها خلال فتره النشاط، وزدت من الدم اللي بيوصل لمناطق انا بستفيد منها بفتره النشاط، يعني المسل سيلز كلها بستفيد منها خلال فتره النشاط، فبزيد من تدفق الدم لها خلال فتره النشاط. هذا المبدا بالنسبه لي نفهمه، هو من اهم المبادئ تمام اللي جد راح تفهمنا فكره الاوتونوميك نيرف سيستم، انه انت هون هذول كلهم تحت تاثير السمباثيك، كلياتهم تحت تاثير السمباثيك، لكن واحد منهم عمل لي فيزو كونستريكشن، واحد منهم عمل لي فيزو دايليشن. ليش؟ بسبب اختلاف نوع المستقبل، بسبب اختلاف نوع المستقبل. هسه كل هذا الكلام انا بالنسبه لي ممكن احطه فقط بهاي السلايد، نفهمه من خلال فقط هاي السلايد، تمام؟ يعني انت صار في عندك تحفيز الان، بس بدنا نحط هيك وكانه ريكاب لكل هالمعلومات الضخمه اللي حكيناها. انت تحفز عندك السمباثيك نيرف سيستم، لما يتحفز عندك السمباثيك نيرف سيستم هذا الكلام يعني انه صار في عندنا ريليز لابنفرين ونور ابنفرين. لما يصير في عندنا ريليز لابنفرين ونور ابنفرين حيرتبطوا بمستقبلاتهم سواء الفا او بيتا، وكل هذول الكلام انا مش بيهمنيش كثير، اللي بيهمني فقط نركز على هاي النقاط. انت حاليا بفتره نشاط، بسرعه شو بتتوقع يصير في عندك تغيرات؟ كلكم لازم تحكوا لي انه على مستوى العين، كلكم لازم تحكوا لي على مستوى العين لازم يصير في عندنا ميد رايسس، تتوسع في عندنا بوبو العين. طيب كيف تتوسع بوبو العين؟ لازم الراديال مصل يصير فيها كونتراكشن. طيب كيف الراديال مصل بده يصير فيها كونتراكشن؟ اكيد من خلال الفا 1 ريسبتور. كلكم لازم تحكوا لي هذا الكلام، انه الراديال مصل حتى يصير فيها كونتراكشن لازم من خلال الفا 1 ريسبتور، لانه مستحيل السمباثيك يسوي كونتراكشن الا من خلال الفا 1، صح ولا لا؟ مستحيل يسوي السمباثيك كونتراكشن الا من خلال الفا 1. انا بحكي عن السموث ماسلز، تمام؟ بنحكي عن السموث ماسلز، مستحيل الا من خلال الفا 1. واينما وجد الفا 1 بده يعمل كونتراكشن. فاذا على مستوى الراديال ماسل عمل لي كونتراكشن، على مستوى الراديال ماسل عمل لي كونتراكشن، هذا الكلام بيعمل لي ايش؟ دايليشن بالبيوبل، هذا هو الشيء بنسميه ميد رايسس. فهذا على مستوى العين، فانا خلال فتره السمباثيك وسعت بؤبؤ العين، صرت اشوف افضل. طيب على مستوى مثلا، طبعا في اشياء هون راح اعملها سكيب لانها مش كثير مهمه، على مستوى هون الهارت، الهارت في عندنا بيتا 1، البيتا مش حكينا في عندنا قلب واحد بيتا 1 ورئتين بيتا 2، على مستوى القلب راح تزيد في عندك الكونتراكتيليتي، تزيد الهارت ريت، تزيد الكونتاكتيفيتي. اللي بيهمني من كل هاي المحصله انه كميه الدم اللي راح يطلعها القلب اكثر، فبالتالي انا ايش؟ عشان خلال فتره النشاط انه اوصل دم اكثر للتشوز، فهي برضه كثير مهمه بالنسبه لي خلال فتره النشاط. انا حاليا العضلات عندي عم تستهلك كثير اكسجين، وعم بتطلع لي كثير ثاني اكسيد الكربون، فلازم اتخلص منهم باسرع وقت. كيف اتخلص منهم؟ بزيد الريسبيراتوري ريت، فبزيد في عندنا يعني عدد التنفسات خلال الدقيقه، تمام؟ هذا شيء. والنقطه الثانيه شو بدي اعمل؟ بدي اعمل برونكو دايليشن. طب انا كيف كسمباثيك بعمل برونكو دايليشن؟ من خلال البيتا 2، لانه البيتا 2 بيعمل لي ريلاكسيشن. اين موجود البيتا 2؟ بده يعمل ريلاكسيشن على السموث ماسلز، فلما يعمل ريلاكسيشن على السموث ماسلز بيتوسع هذول البرونكيولز، فبصير في عندنا ايش؟ برونكو دايليشن.
الجي اي تراكت الحين مش وقت دايجيشن ولا وقت ديفيكيشن، فراح اعمل تعطيل لهم. كيف بدي اعمل ريلاكسيشن؟ يعني اقلل هاي البريستالتيك موفمنت، الحركه المعويه، من خلال بيتا 2. البيتا 2 بيعمل لي ريلاكسيشن على السموث ماسلز بالجي اي تراكت، وبنفس الوقت بدي اسكر السفنكترز. كيف بسكر السفنكترز؟ من خلال الفا 1. طيب على مستوى مثلا هنا البلدر، البلدر بدي اعمل برضو ريلاكسيشن من خلال بيتا 2، وبدي اسكر السفنكترز من خلال الفا 1. تمام. البلد فيسلز بدي اعمل، البلد فيسلز اللي بتغذي السكيليتال ماسلز بدي اعمل لهم ريلاكسيشن، سموث ماسل ريلاكسيشن، وبالتالي اعمل فيزو دايليشن من خلال البيتا 2. والبلد فيسلز بتغذي لي اماكن مش مهمه حاليا في نفس النشاط، بدي اعملها فيزو كونستريكشن من خلال الفا 1. هيك بنكون فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلصنا وربطنا هاي كل الامور تبعت السمباثيك. طيب تاعت الباراسمباثيك نفس الشيء، تماما نفس الشيء. انت حاليا خلال فتره ايش؟ خلال فتره ان مش نشاط، ريست اند دايجست. طيب يعني على مستوى العين لازم يكون في عندك بوب العين متوسع ولا لا؟ اكيد لا، يكون في عندي عادي امور تمام فيها مايوسس، مش لازم يكون في عندي ميدرايسس. طيب كيف بدك تعمل مايوسس؟ بده يصير في عندك كونتراكشن على السفنكتر مسل او السيركيولر مسل، هاي عليها ام 3 ريسبتور بيعمل لي كونتراكشن، فبالتالي بيعمل لي مايوسس. هاي اول نقطه واضحه. النقطه الثانيه الهارت ريت، لازم انت هسه حاليا مش فتره نشاط، لازم الهارت ريت يكون عندك قليل، مش قليل يعني انه يكون بريدي كارديا او شيء اب نورمال، لا قليل يعني يكون شيء معتدل عادي. تمام. ف الهدول الباراسمباثيك بده يقلل لك الهارت ريت، بده يقلل لك الاتريال كونتراكتيليتي، حكيت لكم لانه ما له اثر، الباراسمباثيك ابدا ما له اثر على الفنتريكلز، فقط على الاتريا. فراح يقلل لك الهارت ريت، راح يقلل لك الكوندكشن، وراح يقلل لك الاتريال كونتراكتيليتي، كله من خلال زي ما انكم اتفقنا كلهم من خلال ام 3 الا القلب من خلال ام 2، فقط القلب هو الوحيد اللي من خلال ام 2 ريسبتورز. طيب على مستوى هون، هل انا حاليا خلال فتره نشاط بحيث انه اوسع البرونكيولز واخذ كثير اكسجين واطلع كثير سكر؟ لا اكيد انا حاليا مش في فتره نشاط، فبالتالي شو بده يكون في عندي؟ برونكو كونستريكشن، برونكو كونستريكشن من خلال ام 3 ريسبتورز. الجي اي تراكت، انا حاليا في فتره ريست اند دايجست، فبدي اعمل هضم للطعام، بدي يصير في عندي حركه معويه، بدي يصير في عندي زياده في السكريشنز، هذا الشيء كلياته بيتم من خلال ايش؟ بيتم من خلال برضه ام 3 ريسبتورز. فهدول الام 3 راح يزيدوا لك الحركه المعويه، يعملوا لك كونتراكشن بالسموث ماسلز اللي موجوده بالوول تبعت الجي اي تراكت، وراح يفتحوا لك السفنكترز، سواء بنحكي عن بايلوريك او بنحكي عن انترنال انال سفنكترز، فهم بيعملوا لنا دايليشن اوف سفنكترز، وبيزيدونا من السكريشنز، وبيزيدونا من الموتوريتي. على مستوى البلدر بدهم يعملوا لنا كونتراكشن بهاي السموث ماسل اللي في البلدر، وبده يقللوا لنا من السفنكتر تون. فهذا بهاي اللي خلينا نحكي ببساطه بنستطيع انه نفهم هاي. طبعا البلد فيسلز بالعاده بنحكي يعني انه البارا سمباتيك ما بياثروا كثير على البلد فيسلز، معظم البلد فيسلز هم اندر السمباتيك كنترول، يعني البلد فيسلز معظمهم ما بيجيهم بارا سمباتيك، يعني حوالي 95 الى تقريبا 99% من البلد فيسلز في جسمك بيجيهم فقط سمباتيك، ما بيجيهم بار، ما بيجيهم بار، فقط سمباتيك. تمام. طيب فمبدئيا هيك نكون تقريبا يعني خلصنا معظم الاشياء اللي انا كنت احكي عنها. تمام. ان شاء الله نكون الفكره اللي بدي اوصلها، الفكره اللي بدي اياها توضح بالنسبه لكم انها تكون وصلت. ليش انا شرحت هاي المحاضره؟ صدقا لانه انا بعرف معظمكم نسي موضوع الاوتونوميك. طيب كيف هذا الكلام راح يفيدنا من ناحيه فارماكولوجي؟ هذا الكلام طبعا كله يعني موجود وموضح بمحاضرات الفاينل. تمام. لكن كيف حيفيدنا؟ يعني مثلا ابسط مثال انه راح ناخذ انه في عندنا دواء مثلا بيعمل ميدرايسس، فكلكم لازم مباشره تحكوا بما انه الدواء بده يعمل ميدرايسس فلازم يعمل اكتيفيشن على الفا 1، صح؟ مباشره كلكم بتحكوا زي الكلام. لو بقول لكم دواء بده يعمل مايوسس كلكم لازم تحكوا انه بده يعمل اكتيفيشن، هو بده يكون اجونست ات ام 3 ريسبتور. لو قلت لكم دواء بده يزيد الهارت ريت وبده يزيد الكونتراكتيليتي بده يكون بيعمل اكتيفيشن، هو عباره عن بيتا 1 اجونست. لو قلت لكم دواء زي ادويه الازمه بتعمل اكتيفيشن على البيتا 2 كلكم لازم تحكوا لي انه عفوا يعني ادويه الازمه بتعمل برونكو دايليشن كلكم لازم تحكوا لازم تكون اجونست على البيتا 2. لو حكيت لكم انه دواء بده مثلا واحد عنده امساك وبدي ازيد له الكونتراكتيليتي وبدي ازيد له الموتيليتي كلكم لازم تحكوا لي انه من خلال بعطي الدواء هو عباره عن ام 3 اجونست. لو حكيت لكم واحد عنده مثلا العكس عنده دياريا تمام ممكن اعطيه ام 3 انتاجونست وهكذا، او اعطيه بيتا 2 اجونست بس بالعاده ما بنستخدم بيتا 2 اجونست. تمام. طيب هون مثلا حكينا على القلب، على مستوى القلب حكينا اذا مثلا واحد عنده مريض عنده مشاكل ممكن نعطيه بيتا 1 اجونست، او مثلا عنده مشاكل ثانيه ممكن نعطيه بيتا 1 انتاجونست وهكذا. يعني هون مثلا واحد عنده لنفترض مثلا عنده انكونتيننس، عنده سلس البول لما يكح او شيء زي هيك بيطلع البول من هون، بيطلع البول من هون، طب شو ممكن اعطيه؟ ممكن اعطيه دواء اسمه الفا 1 اجونست. هذا الفا 1 اجونست راح يزيد لي التون هون، راح يزيد لي الكونتراكتيليتي، فبالتالي بيمنع انه لما الشخص يكح ويزيد في عندنا الانترا ابدومينال بريشر انه ينزل هذا اليورين او شوي من اليورين تحت. تمام.
وهكذا. يعني انا النقطه اللي بدي اوصلها يا جماعه بالنهايه انه هذا الاوتونوميك نيرفس سيستم بينفهم ما بينحفظ، لان الجزئيه الوحيده اللي بنحفظ منه النقاط اللي حكيت لكم عنها فقط، اللي هي انه الام 1 اي ام 3 اينما وجد بيعمل كونتراكشن الا اذا وجد في سفنكتر، بيت الفا 1 اين موجود بيعمل كونتراكشن، بيتا 2 اين موجود بيعمل ريلاكسيشن. هذول ثلاث نقاط بالنسبه لهم اهم ثلاث نقاط تكونوا زي اسمكم، وبالتالي تستطيع انكم تكتشفوا توزيع هذه المستقبلات باي جزء من اجزاء جسمكم. هيك بكون فضل الله سبحانه وتعالى خلصنا محاضرتنا، بعرف انها طويله جدا لكن مهمه وثريه ان شاء الله بمعلوماتكم، وبالنسبه لي هي اهم محاضره لانه حينبني عليها كثير بالفارماكولوجي. يعطيكم